بجمالك بذنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني عندك بدي مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه والعاصمه النهارده هي بيروت العاصمه اللبنانيه الجميله واحنا هنا بنعمل لكم الحلقه دي على الهواء مباشره من العاصمه وعواصمنا كلها جميله الحقيقه بس ما فيش اجمل من بيروت. بيروت مدينه جميله جدا ودايما تستقبلنا بكثير من الموده كثير من الحب كثير من الدفء من اللبنانيين وكل اهل لبنان. ليه احنا هنا؟ الحقيقه ان انا موجوده لحضور مؤتمر لمنظمه او مؤسسه السيده مي الشضياق عن الإعلاميات والإعلام العربي النساء في الإعلام العربي والحقيقة أن ده هيكون جزء كبير من حلقتنا. أنا يعني قلت انتهزت الفرصة قلت مش ممكن أكون في حضرة عدد كبير من الإعلاميات العرب وما نجمعهمش على شاشة العاصمة. بعد فقرة أخبار سريعة هيكون معايا نجوم الإعلام العربي من النساء السيدة مي الشضياق السيدة راغدة درغام والزميلة العزيزة منتهى الرمحي من العربية يعني نجمات الإعلام العربي هيكونوا معنا على هذه المائدة. ثم بعد ذلك الأزياء وطبعا في لبنان أحلى أزياء دايما ونيكولا جبران مصمم الأزياء العالمي واللبناني المعروف. هذه الحلقة من لبنان لكن خلونا نبدأ سريعا مش ممكن ننقطع عن الأخبار في مصر ونبدأ سريعا بمجموعة من الأخبار. أولا واضح أن الوزراء مع الحكومة الجديدة بيحاولوا يثبتوا بكثير من الجهد بينزلوا يعني جولات تفقدية من الصباح الباكر في عدد من المناطق والحقيقة بقدر ما يمكن أن تكون هذه الجولات مؤشر لنشاط الحكومة لكن هو الأهم نطلع قماش والأهم أن احنا نطلع نتيجة من هذه الجولات وليس فقط جولات يعني تزورها الكاميرات وتكون يعني تصورها الكاميرات. هو المهم هو حل للمشكلات. النهاردة السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استقبل رئيس شركة كوكاكولا وفد مرافق لي وكنا أعلنا لكم من قبل أن كوكاكولا تعتزم استثمار حوالي 500 مليون جنيه في مصر ومليون دولار الحقيقة في توسعات. ده مهم. الأخبار دي دايما بتدينا أمل إن الاستثمار الأجنبي لم يتوقف وإنه المرحلة المقبلة قد نشهد فيها تعثر لكن من الواضح إن المستثمرين الأجانب على الأقل الموجودين بيتوسعوا. في خبرين سريعا. أولا إنه في اتجاه لجعل أو إنشاء جهاز مستقل لإدارة أصول الدولة تكون تبعاه القطاع الأعمال وكل شركات قطاع الأعمال اللي ستنفصل عن وزارة الاستثمار. يعني وزارة الاستثمار لن تكون من ضمن ملفاتها وزارة قطاع الأعمال أو شركات قطاع الأعمال وحتنفصل هذه الشركات لتكون تحت إدارة أو تحت هيئة مفوضية مؤسسة لإدارة أصول الدولة. هذه كانت فكرة موجودة في الحكومة السابقة وفكرة جيدة جدا وستكون غالبا ما ستكون هذه الإدارة أو هذه المؤسسة تابعة مباشرة للسيد رئيس الوزراء. أيضا المعاشات أو صناديق المعاشات ربما في اتجاه لتبعيتها مرة أخرى ليس لوزارة التضامن ولكن لبنك الاستثمار القومي وبالتالي برضو وزارة التضامن لن يكون تابعا لها يعني ودي أفكار موجودة في الحكومة لن يكون تابعا لها صندوق المعاشات.
القانون، قانون انتخابات الرئاسة انتهى العمل به زي ما كنا قلنا لكم منذ أيام قليلة، التعديلات انتهت، سيتم تقديمه للسيد رئيس الجمهورية غدا. خلونا نعرف تفاصيل هذا القانون والتعديلات كما أقرت من سيادة المستشار محمد أبو رجب عضو لجنة التشريع بمجلس الدولة. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. يعني التعديلات اللي حضرتك كنت افصحت عنها على مشروع القانون الى اين وصلت؟ عملتوا ايه بالنسبه للمؤهل العالي؟ عملتوا ايه بالنسبه لتحصين اللجنه؟ بالنسبه لشرط المؤهل العالي زي ما كنت قلت لحضرتك في البرنامج كده ان كانت فيه وجهتين نظر، واليوم حسم هذا الامر نهائيا تماما تم الإبقاء على هذا الشرط. طب يا جماعة في معلش لخبطة في الصوت، احنا سامعين صوت الاستوديو معانا، فأرجو بس ان احنا نخلي بالنا من هذه المشاكل. احنا سامعين صوت الاستوديو، اتفضل يا سيادة المستشار. حسم اليوم قسم التشريع مسألة المؤهل العالي بأنه انتهى الرأي على الإبقاء على هذا الشرط ضمن شروط الترشح. إذن لا يمكن لأي شخص غير حاصل على مؤهل عالي أن يتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية. وبالتالي نتكلم على المؤهل العالي، إبقاء شرط المؤهل العالي في القانون. نعم تمام. الأمر الثاني أنه فيما يتعلق بفكرة التحصين، أرسلنا اليوم إلى رئاسة الجمهورية مقترح قسم التشريع بالنسبة للتحصين، وهو كما قرأته مع حضرتك من يومين، ولكن الأمر في هذه النقطة تحديدا وفي القانون بشكل عام سيرجع فيه إلى رئاسة الجمهورية التي لها وحدها أن تقرر الأخذ بهذا المقترح أو طرحه جانبا. لكن اللي أنت أرسلتوه من مجلس الدولة هو المادة زي ما حضرتك قريتها لنا، وهو عدم تحصين أعمال اللجنة. أرسلنا مشروع القانون نص المادة 7 كما وردت من الرئاسة وهي التحصين، وتليها مباشرة مقترح قسم التشريع في حالة إذا ما اتجهت الرئاسة إلى عدم تحصين قرارات اللجنة، لكن إحنا كقسم التشريع انتهينا إلى عدم تحصينها ووضعنا هذا المقترح أمام السيد الرئيس. فأنتوا بتقدموا المشروع القانون، بتقدموا مقترحاتكم على التعديل. نعم. يعني أنتوا بتقدموا مقترحاتكم على التعديل وقد يأخذ بها السيد رئيس الجمهورية ولا يأخذ. تمام. الأمر الثالث اللي اتكلمنا فيه النهاردة أيضا وحسم، لأنه كانت في مادة أخرى بتشير شبهة عدم الدستورية، وهي مادة إذا دخل مرشح وحيد على رئاسة الجمهورية. نعم. لما تحقيق إن احنا كنا خليناها الأغلبية المطلقة، ولكن بالبحث تبين أنها هذه المادة فيها شبهة دستورية، لأن أنا كده أحول الموضوع من انتخاب إلى استفتاء، والاستفتاء محدد في الدستور على حالات محددة ومعينة لم يكن من بينها الاستفتاء على شخص رئيس الجمهورية، وبالتالي اشترطنا انه لابد ان يكون هناك نسبة معينة لابد ان يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية في حالة اذا ما كان مرشحا وحيدا. اقترحنا على رئاسة الجمهورية ان هذه النسبة لا تقل عن 5% من اجمالي عدد الناخبين المقيدة اسمائهم في جدول في قاعدة بيانات الناخبين. 5% من حوالي 54 مليون. تاني 5% من ايه يا فندم؟ من اجمالي عدد الناخبين المقيدة اسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، يعني من حوالي 54 مليون تحديدا يعني طب وليه ما عملتوهاش 50% بلس 1 من الحاضرين؟ بالعكس، لانه انا النهارده، لان اولا هي فيها شبهة دستورية وعملتها اغلبية مطلقة لانها تبقى استفتاء، بالاضافة الى ان انا النهارده مشترط نسبة معينة او من اجمالي عدد الناخبين بخلاف عدد من ادلوا باصواتهم. يعني النهارده لما تبقى اغلبيه مطلقه، انا لو نزل لي 100 واحد لو خد 51 صوت ينجح. لا، انا لازم ينزل لي 5% من اجمالي عدد الناخبين. 5% من ال 54 مليون دول تقريبا قد ايه يا سياده المستشار؟ لا يعني نحسبها بقى تقريبا حوالي 4 مليون مثلا، يعني في الحدود دي كده يعني. طيب انتوا قدمتوا التعديلات للسيد رئيس الجمهوريه ولا لسه؟ احنا النهارده في جلسه مسائيه الساعه 6 مساء ارسلنا مشروع القانون لرئاسه الجمهوريه، مقترح انه يبقى على مكتب سياده الرئيس باكر، ومساله اصداره زي ما قلت لحضرتك انها بترجع للسيد الرئيس. احنا دورنا لحد ما بلغنا القانون دورنا انتهى، وراجعنا القانون وافرغناه في الصيغه القانونيه، والامر في الاخر بيعود لرئيس الجمهوريه. على فكره راينا عشان الكل يبقى عارف، راي قسم التشريع راي استشاري لرئيس الجمهوريه ان ياخذ بكل ما قلناه او يطرح ما قلناه جانبا، ولكن نحن
كلنا اوجحنا القانون ورجعناه من وجهه النظر الدستوريه والقانونيه بحيث ما يكون في هناك اي شائبه دستوريه او قانونيه، وراينا افراغه بالشكل الذي ارسلناه الى السيد رئيس الجمهوريه. بشكرك سيادة المستشار محمد أبو رجب عضو لجنة التشريع بمجلس الدولة. إذن الإبقاء على اقتراحات مجلس التشريع بمجلس الدولة، الإبقاء على المؤهل العالي، عدم تحصين أعمال اللجنة، ولكن يكون الطعن فقط أمام دائرة بعينها، هي القضاء الإداري بدائرة بعينها ولمدة محدودة أسبوع على ما أذكر، وأيضا إذا ما كان هناك مرشح واحد في الإعادة يجب أن يحصل على 5% من إجمالي عدد المسجلين في قاعدة البيانات. دي اقتراحات وتعديلات تقدم بها مجلس الدولة، ويمكن أن يأخذها أو لا يأخذها السيد رئيس الجمهورية. إذن يعني الأمور بتقترب، لما يذهب القانون للسيد رئيس الجمهورية قدامه يعني وقت قصير يصدره، زي ما قلنا لكم معلوماتنا بتقول أن المشير عبد الفتاح السيسي سيتقدم بترشحه للرئاسة واستقالته من الحكومة في الأسبوع الثاني من شهر مارس. سريعا وقبل ما نخرج فاصل ونستضيف ضيوفنا، لدينا معلومات ايضا انه المجلس القومي لحقوق الانسان سيعلن خلال ايام وربما بعد بكره خلال يومين يعني عن التقرير المتاخر جدا اللي كان عليه جدل واسع حول فض اعتصامي ربعه والنهضه. الملامح الاساسيه حول هذا التقرير ان التقرير او المجلس التزم بعدد الضحايا الذين أصدرهم الطب الشرعي أو الذين أقرهم الطب الشرعي حوالي 400 في الاعتصامين، وفي 50 من الضحايا سجلوا تحت بند انتحار، أسرهم سجلوهم تحت بند انتحار. أيضا رصد التقرير أن جماعة الإخوان يعني أن ارتفاع عدد الضحايا جاء نتيجة لأن جماعة الإخوان قد أغلقت عند فض الاعتصام أغلقت الممرات الآمنة اللي كانت موجودة، كانت جيش عفوا كانت الشرطة والقوات التي فضت الاعتصام عملت ممرات آمنة طبقا لقواعد فض الاعتصامات الموجودة في العالم، ولكن الجماعة طبقا لهذا التقرير أغلقت الممرات الآمنة مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. أيضا التقرير في أن 7 توفوا في ربع واحد في النهضة بسبب عمليات تعذيب ممنهجة، ورصد هذا التقرير هذه العمليات من التعذيب. التقرير استبعد الأحداث كرداسة، واستبعد أيضا موضوع سيارة الترحيلات ذكرها سريعا، ولكن أيضا تحدث على حرق الكنائس. إذن ننتظر خلال يومين على الأكثر تقرير كنا ننتظره بقاله الحقيقة متأخر بقاله فترة طويلة جدا، التقرير الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصامي ربعة والنهضة. نخرج فاصل ونعود إلى بيروت، دي كانت أخبارنا من مصر، نخرج فاصل ونعود إلى بيروت ونستقبل نجمات الإعلام والصحافة العربية اللي أنا حكون في حضرتهم النهاردة. فاصل ونرجع. أهلا بكم من جديد، نحن هنا في بيروت وأنا في حضرة الحقيقة زميلات وصديقات هم نجوم الإعلام أو هن يعني نجوم الإعلام العربي. زي ما قلت لكم أنا في زيارتي كنت ضيفة على مؤسسة ميش دياق للإعلام، وكان عندنا ندوة صباح اليوم. خلونا الأول أرحب بضيوفي الدكتورة ميش دياق الإعلامية اللبنانية المعروفة ورئيسة مؤسسة ميش دياق للإعلام. أهلا بيكي، نورتينا. أهلا بيكي لميس. أهلا بيكي. وصديقتي العزيزة منتهى الرمحي اللي طبعا الإعلامية معروفة جدا في مصر، إعلامية كبيرة بقناة العربية برنامج بانوراما وقبله برامج عديدة. أهلا بيكي يا منتهى. أهلا يا لميس. والصحفية الكبيرة راغدة درغام مدير مكتب الحياة في نيويورك ومعارك صحفية كثيرة في نيويورك مش بس مع العرب مع الأجانب كمان. أهلا بكم، لكن اسمحوا لي الأول نزيه هذا التقرير القصير حول ندوة يعني كنت مشاركة فيها أنا ومنتهى وجيزال خوري وليلى الشخلي من الجزيرة أيضا، وكان بيديرها صديقنا وزميلنا جاد الأخوة. Thank you.
لا أؤمن بالحيادية بشكل عام. أنا دائما أتحدث عن موضوعية، موضوعية اللي هي نقل مختلف وجهات النظر. هلأ أحيانا بصير وكتير بصير بوسائل الإعلام إنه أنت بتعطي مساحة أكبر لوجهة النظر اللي أنت معها كصاحب مؤسسة أو كممول أو كمدير لهذه المؤسسة، ولكن في نهاية الأمر عندك مساحة لنقل وجهات النظر. يعني ما فيك خبر تتجاهله تماما، لكن في خبر ممكن تضوي عليه أكثر. صعب أنه تكون بوسيلة إعلامية ما بتتبنى رؤيتك للأمور بكل شيء، مش بس بالسياسة، كمان رؤيتك بالإعلام. ما نحن بعد هالسنوات وهالخبرة في عنا رؤية معينة للإعلام. في أقنعة كثيرة سقطت في الإعلام خلال السنوات الأخيرة، خلال هاي السنوات الماضية، وأنا أعتبرها هذه كل السنوات اللي أمضيتها في محطات تلفزيونية كوم، وهذه السنوات الثلاث الأخيرة كوم آخر مختلف تماماً. صدقني في لحظات كثيرة تمنيت لو أني كنت في مجال آخر، وتمنيت أن أدير ظهري للإعلام وللتقديم وللحوار كله. إحنا بنشغل فراغ، أو على الأقل في مصر بنشغل فراغ انسحاب الأحزاب السياسية، انسحاب القيادات، الكومبرومايز السياسي. كل مسؤول سياسي أو حزب سياسي عايز يلعب لمصالحه الشخصية. إحنا لعبنا المصلحة واحدة بس، تحرير وطن. فلعبنا دور الحقيقة مش لازم نلعبه. الحقيقة ان احنا لازم نرجع، عايزة ارجع لمكاني، اعمل انترفيو، اعرض وجهات النظر المختلفة. حياد احنا ما كناش على حياد. دايما احنا في الصحافة نقول يعني سي في، واحنا بنراجع السي في بتاعنا نقول كم انترفيو عملتي، كم مقابلة سويتيها، كم رئيس جمهورية قابلتي. احنا بقى عندنا معيار تاني، كم ثورة حرضتي عليها، كم نظام قلبتي، كم رئيس قلبتي. هيدا مش هيك صحيح. يعني أنا أكثر وحدة بقدر أقول مرت سمير قصير إنه في قائد في الصحافة، في كان سمير قصير وجبران توين اللي ثورة 14 أدار، بس مش هيدا المفهوم. التوك شو بوليتيك التلفزيوني في مصر من قبل الثورة هو يعني بديل عن الحياة السياسية، وكتير بيناتهم يعني في بيانات سياسية. لما أقول تسمح لي لنيس كثير أوقات بيانات عسكرية، ولكن هيدي خاصة لمصر. كل اللي بقوله إحنا حقيقي تجربة صعبة، والثورات الربيع العربي تجربة جديدة علينا ومحدش جربها قبل كده، وبالتالي أرجوكم ما تحسبوناش بالدقة وبالصعوبة. مفيش كتاب علمنا نعمل إيه، إحنا تعاملنا بما نشعر بضميرنا بحبنا للبلد بوطنيتنا. قد نكون قد أخطأنا وقد نكون حلفنا الصواب. أعتقد أن احنا الحمد لله حلفنا الصواب في ثورة 30 يونيو الحمد لله حتى هذه اللحظة، ونتمنى ألا نكون على خطأ. لكن اسمحوا لي بقى أن أنا أدير هذا الحوار وأبدأ. دكتورة مي، هل الإرهاب، وإحنا هنا عايزين نتكلم مبدئيا عن المرأة والإعلام، هل الإرهاب يفرق بين رجل وامرأة حين يريد أن يسكت صوتا، وأنت تجربة حية لهذا الأمر؟ مع الوقت سقطت المحرمات، ولكن يعني لغاية اليوم، وأشكر الله دائما أنني المرأة الوحيدة التي استهدفت لسبب سياسي. أنا واحد أتلاجوزة صار غير موضوع، بس أنه بالنسبة للأهداف السياسية وللإعلام السياسي، أنا المرأة الوحيدة اللي نوضع متفجرات تحت مقعد السيارة، يعني بشكل أنه كان الهدف قتلي ليس فقط إسكاتي. لأنني كنت أقول دائما إذا كنت مزعجة لهذا الحد كان بإمكانهم الضغط على صاحب المؤسسة لكي يطردني من العمل. لم يكن هناك من ضرورة لقتلي، ولكن يعني لإيصال رسالة أكبر أنه هذه المرة وصلنا إلى امرأة، وإذا أردنا قتل امرأة فهذا يعني لم يعد هناك من أي حرمات. وكتر خير الله لغاية اليوم في لبنان أنا الوحيدة. وإذا بتلاحظي عادة نحن بالمجتمعات الشرقية مجتمعات بنسميها باترياركية، مجتمعات بعدها مثل الدول الجنوب، يعني بتحافظ شوي على المرأة وبتستهدف أكثر المرأة، والأولاد عادة ما بيجوا صوبهم، بيستهدفوا الرجال. ولكن اليوم مع التطور بمختلف الميادين، حتى تطورت الذهنية أنه تقتل النساء مش هيك بالصدفة،
وإنما تستهدف مباشرة. كنت متخيلة أن الأمر سيصل إلى هذا الحد؟ يعني أن أنت تفخخ سيارتك وتفقدي ساقك وتفقدي يدك، كنت متخيلة ده؟ ولا بأي لحظة، لأنه أنا كنت مفتكرة أنه حتى كنا عم نسمع جزيل عم تحكي عن سمير قصير، كنت معتقدة لأنه ناشط على الأرض ب 14 أدار كان ناشط سياسي، وإنما لم أكن أتصور أنهم استهدفوه يوما لأنه صحافي. يعني لم يخطر ببالي أنهم قد يصلوا بالقتل إلى الصحفيين، كنت أعتقد أنهم يستهدفون السياسيين. ولكن حتى سمير قصير ما صدقت أنه لأنه صحافي، صدقت أنه عم يستهدفوا الصحفيين لما استهدفوني إلي أنا. يعني لأنه مثل ما عم قليك بإمكانهم إسكات الصحافي بمختلف طرق. كنت أهدد، ولغاية اليوم أنا أهدد. يعني إذا قلت كلمة مثلا لم تعجب فريق ما، قلت ليس يعني كلمتي على حسن نصر الله مثلا، أي أنه مش عارينك، في مش عارينك. يعني إيه مش عارينك؟ يعني مش معبرينك، أنه أنت عم بتقول أنه هلأ مش فضيلكم، أنه بس أفضلكم بفلت عليكم. عم بتقلي زميلي انه منك خايفة؟ قلت لها لا ماني خايفة، هو عم بيقول مش فاضي لنا، نحن بنقول مش قارينك. ويا كلمة اللي قلتها مثل ما بيقولوا باللبناني. وفلتوا، يعني اجاني اكتر من وزعوا عبر الويب سايتات رقم هاتفي الخاص، واجاني اكتر من 30,000 واتساب، بينيتها تهديد، بينيتها هراسمنت بمختلف الانواع. وصاروا يبعثوا لي، وهون ما بتتصوري قله الاخلاق لوين معقول توصل، صاروا يبعثوا لي مقتطفات بورنوغرافيك. نعم، يعني هيدي شغله بعد ما كنت بتصورها انه ممكن حدا يصار بالهراسمنت لشخصيه ما من خلال هالاسلوب. هزلت منتهى. انت كمان يعني عندما يدوبك بتقولي رايك على السوشيال ميديا، ايضا يعني واجهتي بتهديدات عنيفه. صحيح، علشان هيك انا مني صحبه كثير مع السوشيال ميديا، والحقيقه وما لقيت انها كان لها كثير دور ايجابي في شغلنا، لانه احنا مجتمعاتنا العربيه ما زلت اعتقد انها غير ناضجه للحد اللي تتعامل فيه بالسوشيال ميديا بالطريقه اللي يجب التعامل فيها. احنا يعني اللي عم بصير انه السوشيال ميديا بتتوظف اما للحرب الطائفيه او للحرب المذهبيه او للراي السياسي الواحد، لانه احنا ما بنقبل الراي الاخر. كانت تحكي مي انه انت اعلامي فيك تحكي، والمفروض انه انا بختلف معك بالراي، بحكي عكسك، فيني اكتب مقال، فيني اكتب مقال تاني مضاد. احنا بتوصل لمرحله التهديد بالعالم العربي. وانا كتبت مره في بالفيسبوك، مع اني قاطعته من سنه وثمان شهور لما اقعد اكتب لا بفيسبوك ولا تويتر ولا غيره، كتبت مره انه احنا بنوصل لمستوى الشعوب المتحضره لما يبطل خلافي معك بحله تفجيرات، وبحله اغتيالات سياسيه، وبحله العداء الشديد. وقلت مرة أنه أنا متى أشعر أنه إحنا أصبحنا شعوب متطورة إلى حد ما؟ عندما ينجح رئيس في انتخابات ما والمنافس له ما يدعي أنه تم تزويرها مباشرة. يعني أنه نلجأ لطريقة ما للحديث عن أنه إذا في شك بالتزوير تلجأ لمليون طريقة حتى تعرف إذا صار في تزوير. لا، إحنا إذا نجحنا اليوم، إذا نجح الرئيس مباشرة بقول لك إما بالتزوير فما في عدم ثقة، وإذا قلت للرئيس أنه أنا ما عدت بدي إياك مباشرة للدبابات بننتقل بعدها في مرحلة لاحقة. وهي صارت التجارب بالعالم العربي الحقيقة موجعة، موجعة في ليبيا، موجعة في سوريا أكثر. بالنسبة لي يعني أنا تعاملت مع الثورات المختلفة في العالم العربي بحكم مهنتي، وبحاول قدر الإمكان أنه ما يكون رأيي. أنا رأيي بكتبه بمقال صحفي إذا بدي إياه، وكتبت على النت كذا مقال انه بتتعلق برأي الشخص. حصل لك ايه بقى لما كتبتي رأيك؟ طبعا انت لما تقرأ التعليقات اللي تحت المقال، ما حد بيقرأ المقال وما حد بيقرأ ما وراء المقال، بيتحدث عنك فقط كامرأة، وعم عم عم وللأسف للأسف للأسف اللي حكته مي هو صحيح، انه ببدأ بالشتم بالعرض وبالشرف، وطريقة يعني انا اعتقد انها غير اخلاقية في التعامل مع الإعلامية في العالم العربي. ما بعتقد انه هيك بصير بالغرب، وللأسف، وانا ما بعرف ليش، ومحتاجين لتفسير، انه ما واجهنا هذا لمصر ولا بليبيا ولا باليمن
ولا بتونس، وكنا كإعلام عربي بشكل عام، أنا بتحدث كإعلام عربي كمنظومة عامة، تنفسنا شوي إنه الشعوب العربية تحركت وطلعت بمظاهرات. حتى في تونس ما كنا فاهمين شو اللي عم بيصير، ثورة، هرب زين العابدين، ما زال شو اللي عم بيصير ما كنا فاهمين. لكن المصيبة الكبرى تعرضنا لها كإعلاميين بعد الثورة السورية، فصارت الاتهامات إما بالخيانة أو العمالة أو الواحد باع نفسه لفلوس، أو إنه أنت ودخلوا بموضوع مختلف وسموهم الجيش السوري الإلكتروني، وأنا ما عارفة شو اللي صار. وأيضا لك زميلات تركوا الشغل بسبب هيك موضوع، تركوا المؤسسة بسبب هيك تهديدات. والحقيقة أنا ما يعني ما بتوقع إنه يعني أنا ما وصلت لمرحلة تهديدات، أنا الحمد لله بعيش بدبي، ودبي بلد آمن وما في أي مشاكل، ودائما يعني أكثر استقرارا، الأكثر استقرارا في المحيط العربي. بس ما تعرضت لتهديدات مباشرة، بس تعرضت لتشويه. ولما تفتحوا مكانك 20 صفحة على الفيسبوك أنت ما إلك ولا واحدة فيها، وتسمياتها مختلفة، ويشطبوا على صورتك ويكتبوا كلام سيء عنك، أنت ما عملتي شيء، انت حكيتي رأي انه عم بيصير ثورة، اذا عندك رأي اخر اطلع قول مش ثورة. وبيقلق بناتك كمان، انت طبعاً عندك بنات، طبعا اي بيقلقهم الوضع، وانا ما بحب اشوفه اصلا هيك وصل. راغدة، يعني في الغرب وانت تعيشين في نيويورك معظم الوقت، اولا لماذا تناصر الولايات المتحدة؟ يعني لما بنسمع عن هذه التهديدات، والولايات المتحدة دايما تطلع تقول مع حقوق المرأة وتدافع عن حقوق المرأة والمرأة، نيجي بقى على الجد تناصر الأنظمة التي تقمع حق المرأة، تناصر الأنظمة التي يعني تهين المرأة، يعني مش موجودة معنا، يعني الكلام شيء والفعل شيء آخر على الأرض. أول شيء لميس اسمحي لي أني لا يعني لا تضعيني في مكان أن أدافع عن السياسة الأمريكية، لأني لست متحدثة بس عايزك تحللي لي الموقف كعادتك في المقالات. شكرا، ولكن أريد أن أعلق إذا سمحتي لي على مسائل التهديد والتعرض للتهديد، لأني أنا أيضا قد واجهت تهديدات من أنواع مختلفة. يعني أنا أنت صحب بجواز سفر ثلاث أنواع. اولا كان في طبعا لبنانيا، مش بس كان في الغاء لجواز سفري وانا عم بسافر مع الامين العام للامم المتحده، وانما وضع الامر في المحكمه العسكريه. وفي تاريخ لبنان كله لم تسحب قضيه تهمه، لم تسقط تهمه في المحكمه العسكريه بدون وصول الشخص المتهم. يعني انا في بدك تقولي نوع من انجاز من اجل الصحافه، لأنه أنا القضية الوحيدة اللي أصريت اللي حتى يشيلها باللبناني، يعني من وجه التهمة فليسقطها، لأني أنا أرفض أن أمثل أمام المحكمة العسكرية لأني أنا صحفية. فدفعت عن حق الإعلام، عن حقي بأن أقول رأيي، عن حقي بأن لا أسقط ذريعة أو هدف للذين يريدون تخويف الإعلاميين. السبب لماذا؟ السبب الرسمي مضحك، والسبب الحقيقي أسوأ. السبب الرسمي أني قارعت علنا في جلسة علنية في واشنطن، قارعت مسؤول إسرائيلي سابق ودافع عن حقوق لبنان أيام المفاوضات على القرار 425 عن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. أنا قارعته، دافعت عن لبنان، ولما قيل لي أنت جلست مع إسرائيلي سابق، يعني مسؤول إسرائيلي سابق، قلت له طب شفته شو قلت؟ طب قريته؟ لأنه كان علني مش سري. قال بغض النظر هيدا مش تطبيع. فإذا لا مش تطبيع أبدا، ما كان تطبيع. أنا طول عمري يعني هم اعتبروا تطبيع، طول عمري أنا بالتلفزيونات الأمريكية بيقعد إسرائيلي مهم أني دافع عن القضايا العربية. فإذا بعدين وضعت المسألة، يعني هيدا يعني سحب إسقاط التهمة في المحكمة العسكرية إنجاز للصحافة، لأنه الهدف الحقيقي من وراء التهمة إلي أنا كانت إسكاتي كصحفية، لأنه كنت أنا أطلع بشي من نيويورك معلوماتي تختلف عن الإملاء اللي كان يصير هون في لبنان للصحفيين. صح، انت ايام الوصاية السورية صح، واللي سحب لها او تعدى عليها بموضوع جواز السفر هو ذاته تعدى على كل الصحفيين. صحيح، في لبنان. صحيح. فاذا انا بعتبر اللي صار هو نصرة لحق الاعلام
يعني بتحدي الإملاءات حتى لما توصل، خاصة إذا وصلت للمحكمة العسكرية. باختصار، تاني مرة أنا كنت على بعد 15 دقيقة من تفجير المغلفات المفجرة اللي أرسلت إلى مكاتب الحياة، في طبعا أرسلت إلى 3 مكاتب، لندن، واشنطن، ونيويورك. يعني ربي بحبني لأنه كنت على وشك، بعد لو رحت جبت البريد وأنا عم بتمخزق هيك وأنا واقفة، كانت مش بس تفجرت أنا ورحت بكم شقفة، كان كتير حوالي راحوا كمان. فإذا هذا نوع الثاني من التهديد، هذا كان قيل أنه كان طبعا للجريدة، وقيل أنه كان الظواهري وراءها. آخر نوع من التهديد، وما كمان بتعرفوا تماما، أنا انقطعت عن البلد، يعني ما قدرت أجي على لبنان لفترة طويلة. ليه؟ لأنه نفس الشيء مثل ما صاب معي، كان ممكن يقولوا لي يعني أنه أنت جاي دورك، قبل معي حتى كان يقولوا جاي دورك. انقطعت لأنه كان في حالة أمنية كتير كتير صعبة. فإذا كوني عايشة في نيويورك لم يرحمني من هذه المضايقات اللي أتت من المنطقة العربية. هلا انت حبيت ارجع تاني لسؤالي بقى، يعني ده طبعا معلومات مهمه جدا، لكن ارجع لسؤالي. طيب مع كل هذه المضايقات التي يعني بتمس المراه الاعلاميه، ليه مره اخرى يقف النظام الامريكي الرسمي والغير رسمي والثينك تانك وكله؟ شوفي انا بختلف معك لميس، ما بعتقد انه في موقف للولايات المتحدة رسميا أو شعبيا ضد المرأة العربية. خلينا نحكي بشكل كتير واضح، هني ولا حتى الأمريكان، يعني الأمريكيون كشعب ما بيعرفوا شو هو الإخوان المسلمين، بس هم بيناصروا أنظمة تقمع المرأة العربية. هني ناصروا صحيح، معك حق، هني ناصروا الإخوان المسلمين مثلاً في فترة معينة دلوقتي الحقيقة، يعني أقل استراتيجيا أقل، يعني هن بيمشوا بمصلحتهم، وجدوا من وجهة نظرهم أنه مصلحتهم يمشوا مع الإخوان المسلمين عندما يعني عند بدء الحدث، وثم تراجعوا. مش بالطريقة، يعني أنت طبعا أنت كمصرية وبموقعك بتحب أنه يكونوا تراجعهم أوضح وأقوى، وبتحب يكون لهم يعني يتوقف الإعلام الأمريكي أو البريطاني بالذات لما يتحدث عن موضوع المصري، بيقول لك كوديتا، يعني وقف مثل ما كان بورا بورا كوديتا. هيدول هن ما عندهم بقاء، يعني ما عندهم استمرارية في يعني كشعب. بس الأسوأ من هيك هو الإعلام الأمريكي يتظاهر أنه بيعرف كتير، وهو حقيقة ما بيعرف، ما له يعني ما بياخذ وقته تيتعلم الموضوع، ففجأة بيبعثوا حدا وفجأة بياخذوا مواقف طبعا إلى علاقة بالسياسات بتتشكل بدون ما تكون إلى علاقة بالسياسات الرسمية. صحيح. بدون شك. يعني باراك أوباما، إدارة باراك أوباما بكل تأكيد، أنا بفهم على لميس، احتضنت الإخوان المسلمين فجأة في مصر، بس مش ما كانوا لحالهم. يعني المشكلة لو كانت فقط، لو اقتصرت على الإدارة لكان الأمر على الأقل فيك تحلل اللي شو بتقول الإدارة. اللي صار أسوأ هو المراكز الثقافية think tanks، وهيدا لها أبعاد تانية. أنا بهذا الموضوع بعتقد أنه الإدارة الأمريكية كما حصل في لبنان، يعني كانوا عم بيقولوا أنه لشو بتكون تنزلوا على الطريق ب 14 أدار على ساترفيلد يلي كان وقتها مسؤول بالعراق، كان قبل بلبنان وبعدين رح على العراق بمهمة كبيرة، أنه أنتوا ما رح يطلع منكم شيء، بتكون تنزلوا ب 14 أدار. وهلأ الذكرى قريبة هيدا الشهر، يعني بذكرى 14 أدار من سنة 2005، أدائلنا 9 سنين 10 سنين، يمكن 9 سنين. الموضوع ماشي أنه لشو بتكون تنزلوا، بس لقوا أنه نزل 1.5 مليون لبناني تقريبا على الطريق، اعتبروا أنه هيدي شغلة عظيمة، ووراها بضغط من الفرنسيين جبروا النظام السوري أنه يسحب جيشه من لبنان تطبيقا للقرار 1559. بعتقد أنه اللي صار بمصر، لأنه معروف أنه الأمريكيين كانوا من الداعمين لنظام الرئيس حسني مبارك، وقتها صار في تحولات بالمنطقة، بدون حاولوا يستوعبوا الوضع بشكل أنه نحن مش قصة داعمين مبارك، يحاول رح ندعم أنه نحن مع التغيير ومع ما التغيير. علقوا بالمصيدة تبعيتهم، لأنه ما إجا ببالهم أنه انتو ما حدا بيعمل مثلكم بيروح رئيسين برد احنا هايلين صراحة، ضربوا رقم القياسي، بيعدكم الرئيس كم سنة 30-40 قد ايه بقى الرئيس عشان يتعلموا، ما حد يقعد 30 و40 يتعلموا بالضبط.
طيب يعني منتا انا قريت لك، احنا كنا بنتكلم في الندوه عن قصه الحياد، وكنا بنقول وانا قريت لك الحياد تصريحات وسمعت رايك على في البانل النهارده انه لا شيء يوجد اسمه حياد، يعني لا يوجد حياد في الاعلام. عايز اسمع رايك في هذا الامر، ودي قضيه مهمه. شوفي انا اي بليف انه ما بتقدري تكوني محايده اذا كنت بتتعاطي مع قضايا انت بتعيشيها بشكل يومي، قضايا مجتمعك، قضايا امتك، قضايا بتمسك، يعني ما فيك تكون محايد. يعني مثلا ما فيك تكون محايد تتعامل مع القاتل والمقتول بنفس الدرجه بنفس السياق. هلا احنا بالاعلام نتعامل بحياديه، خلينا نقول على سبيل المثال اذا احنا انا بطرح قضيه لها علاقه بالاكوادور، ففي صراع سياسي، فبقول بكون انا محايد وبحاول انقل كل وجهات النظر المتعلقه بالموضوع. في العالم العربي انت ما فيك تكون محايد لانك معاصر وعايش هذا العالم العربي، وبتسمع آراء الناس كلها، وبتشوف وبتتحدث مع ناس بطبقات مختلفة، من سياسيين إلى صحفيين للناس اللي في الشارع للمجتمع، بتعرف شو مجتمعك بده. فأنا لما أشوف إنه في ثورة بمصر، في 30 يونيو ناس تجمعت بمصر ب 20 مليون فما فوق، يعني أنا ما بدي أذكر الأرقام بس الصور اللي شفناها، ما فيني أكون محايدة وأقول لا هنا في شرعية وهون لا. إذا بدي أكون محايدة في شرعية كانت at that time عند مبارك، حتى لو كانت الانتخابات مزورة طلعت الناس ب 25 يناير وأسقط مبارك، يعني الشارع اللي أسقط مبارك من حقه أن يسقط أي رئيس تاني طالما رفض انتخابات مبكرة أو غيرها. منتهى في هيدي كتير خطر اللي عم بتقولي، يعني فعلا هذا أمر فعلا في غاية الخطورة، لأنه بس هذا اللي عم بتتم التعاطي، وهذا خطأ وهذا خطأ حقيقة، لأنه إذا فقدنا الأصول المهنية أصول المهنة لأصبح السيف ذو حدين. صحيح أنا معك يعني مليون بحاول، بس في شيء اسمه موضوعية وإيش اسمه حياد. طيب حياد أتفرج من بعيد عن الصورة، وموضوعية أسمح لكل الآراء إنها تكون موجودة، هذا هو اللي يعني عم بعمله في بانوراما. احنا لما بنشوف تغطية الجزيرة لموضوع مصر وبنشوف تغطية العربية لموضوع مصر، فعلا ضاعت الصحافة. ليه؟ لأنه في شيء كل يعني في الجزيرة ماشي، بس فأنا أنا بشوف مانش أنا بشوف لا بس أنا موقف منتهى بتجيب both points of view. أنا بجيب كل عم بحكي لما بيكون في خط، لما يكون في خبر ما عم طبعا ما عم بعلق على برنامجك بشكل، لا بعرف بس أنا بتحدث عن شغلي كإعلامية، يعني كيف بيتم التعامل مع الخبر، يعني تغطية الخبر الحدث نفسه مطعمة بمواقف سياسية. أنا صدف وأني مع موقف العربية، هذا صدفة أنه هيدا موقفي، ولكن المشاهد إذا اطلع بالقناتين ما بيعود فيه يعرف شو صاير مهنيا. يعني هيدا في شيء اسمه ريبورتينج، في شيء اسمه نقل الخبر. أنا بعمل اثنين بالأمم المتحدة، أنا مديرة مكتب جريدة الحياة، لما بنقل الخبر كتير بحاول إن ولا مش بحاول، يعني بكون صارمة مع نفسي، ما بسمح لنفسي إني أعطي رأيي، عندي مقال الأسبوعي بعطي رأيي. لا وهذا بصير معنا كمان حتى بالبرامج، يعني أنا مثلا أجاني خبر فنقلنا الخبر، حكينا انه لنفترض نحكي عن مصر، احنا والحديث مصر، حكينا انه الشارع المصري عم بيطلب من المشير السيسي يترشح حسب الاحصاءات، حسب ونسبه كذا من الشعب المصري بده السيسي يترشح. فاللي عم بيصير انه انا بحط الخبر، هذا الخبر، ما تعاملت مع الخبر. هلا رايي انا اذا انا بدي السيسي يترشح او ما بدي السيسي يترشح مش مكانه العربيه. فانا شو بصير بالبرنامج هذا، الموضوعيه اللي انا بحكي عنه مش الحياد، الموضوعية اللي بحكي عنها انه بتجيبي ناس ما بدها ترشح السيسي، بتسأله ليش، يعني انه شو اسبابك انه ما بدك المشير السيسي ترشح، وبجيبي ناس بدها المشير السيسي ترشح شو اسبابك. اذا بنحكي بالمهنة انه انا الدكتوراه تبعي عملتها بالسيانس دو لا كوميونيكاسيون بالاعلام، في اللي بنعرفه كلنا انه الخبر في الفايف دبليوز والكونسيكونسز تبعوله، ولكن عندما ناتي بعدين الى تحليل الخبر او قراءه الخبر الاناليز اللي مثلا حضرتك هذا هو اللي بتعمليه بالمقال، يا انا بعطي رايي اوقات مثلا بالمقال. رايي تماما بقى هلا اذا عم تعطي خبر بنشره الاخبار شيء، اذا عم تعطي برنامج وعم تطرح يمكن السؤال الضمني فيه معلومات، ولكن يعني بطريقه انه ممكن توصلي مسج معين، هيدي بطلت قصة موضوعية وغير موضوعية. أصلا وقت الدكتور عندي بالجامعة يقلي ما كلمة objectivity مش موجودة بالإعلام، أصلا
كل شيء وجهة نظر طبعاً. يعني يلي هو موضوعي بالنسبة لي يعني طبعاً. مثلاً أنا أنه هلأ بيطلع فيما يتعلق بلبنان أنه اليوم عم بسمع خبر قبل ما أجي هلأ على الأخبار أنه عم بيروحوا أبناء الطائفة الشيعية في لبنان عم يعتبروا أنه هن لو أنهم منهم مع حزب الله بدهم يروحوا يدافعوا عن حقوق الطائفة بسوريا. يعني اعتبرت بمرحلة معينة أنه هن يا أما ما عملوا غسل دماغ يا أما هن مقتنعين أنه هيدا الصواب. بقى بالنسبة لي أنا هيدا منتهى الغلط، ولكن يعني ما فيك تفسري لهيدول أنه هن على غلط، لأنه هن معتبرين أنه الموضوعية أنه هيك يتصرفوا، لأنه في قناعة سياسية وفي الباكجراوند في الخلفية تبع كل شخص. أنت على البروجرام بقى. أنت على البروجرام دلوقتي وعدتي مرة أخرى للـ LBC برغم أن أنا عارفة أن أنت مش عايزة ترجعي التلفزيون تاني، لكن أنت على البروجرام هتعملي إيه؟ انا ما بقدر ما قلتش حزب الله مثلا انه بتحك على حالي انا انه بقول انه هن عم يعملوا خير للبنان، انه هن اقحموا لبنان بوقت الدولة بس اوضح الفكره بدها تكون تنقى بنفسها عن المعارك اللي عم بتصير بخارج لبنان، لانه كفينا المصايب بلبنان. بتجي بتقولي انه لا انا مع السياسه اللي عم يتبع حزب الله، انا هون بعتبر حالي موضوعيه. ما هي ملتزمه، ما هي ملتزمه، لا ثواني ما هي ملتزمه. انا قالت اسمحيني راغده بس ملتزمه وطنيه الذي تظن انه سياسي. لا 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 مش ملتزمه بخط سياسي، انا سياسيين لحقوني ما بيقولوا لي انه انت هلا انه مع مين ب 14 اذار، بقول لهم انا 14 اذار يعني انا القضيه بحد ذاتها بعد اللي صار فيه. بس انا عشان اوضح لك استراغده الموضوع انه انت عم تكتبي مقالك وين بتنشريه؟ بالحياة بيتفق مع رؤية الحياة بشكل عام ولا لا؟ لا بشوفي في عنا لا يعني ما احنا نجاوب على هذا السؤال. بس انا بدي اجاوبك على السؤال. ما بتفق بي بس سؤال مهم. بس بدي اجاوبك على المؤسسة اللي انت بتنتمي اليها بتعبر عن وجهة نظر ما اذا ما بتتفق ما تقدريش تشتغلي في مكان اخر. خليني اجاوبك على سؤالك. انا لما بدأت مع جريدة الحياة من 24 سنة صاحبها كان بعده خالد بن سلطان، الأمير خالد بن سلطان كان له دور عسكري في حرب العراق بقيادة القوات المشتركة. أنا كنت ضد التدخل أو يعني ضد موقف اللي هو عم بقوده، بجريدته كتبت ضده ولم يتدخلوا بي. هلأ من حيث المبدأ يعني هذا منه استثناء، ولكن من بعدها بيكون عندك رقابة ذاتية في أمور معينة بتعرفي إن ما بتتخطيها. بس أنا بقول لك اقرأي مقالب الحياة آخر مثلا 3-4 شهور مثلا اللي بقوله عن السياسة السعودية، وهذه جريدة مملوكة من فرد سعودي وليس من ليس الدولة. من الدولة السعودية. إذا بتقرأي مقالي بالحياة بتشوفي إنه عندي عاملة مواقف بتستغربي كيف الحياة نشرتها. أنا لا أعكس، اللي بيعكس رأي الحياة هو غسان شرب الرئيس تحرير الحياة بالافتتاحية. بس أنا بس في خطوط حمراء نعمل إنه كلنا هلا أنا في الحياة بقدر أكتب مقال أمدح فيه حزب الله وأقول أكيد إذا بدي وأمدح فيه قطر إنه كمان ما في سؤال العكسي الحياة. لا لا راغدة هو السؤال العكسي، تقدري تروحي الجزيرة وحنتكلم بقى على الإكستريم، تقدري تروحي تلفزيون الجزيرة وتعبري عن رأي مختلف عن رأي الدولة القطرية بهذا العنف وتهاجمي حقوق الإنسان في قطر وتهاجمي النيباليين وتكلمي عن النيباليين اللي بيموتوا. بعتقد مثل ما قلت لك دائما في خطوط حمر معينة يعني بكل المجالات الإعلامية وغيرها في الولايات المتحدة وغيرها. بس أنا ما عم بقول في حرية مطلقة إطلاقا، يعني أنا ما مني غبية يعني تقول الشيء. بس أنا باتريك بواف دارفور وقتها كان عامل شيء زعجه لساركوزي للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي اللي كان زوجته السابقة كمان اليوم معنا ضيفة بالويمن اون ذا فرونت لاينز. أول ما إجا طيروا من التأفقة، كان أهم وكان عم بيجيب الريتينج أعلى واحد، وهي التلفزيون فرانس كان عم بيجيب أعلى ريتينج بنشرة الأخبار. هن عندهم يعني الفدات هو بيقدم نشرة الأخبار. طيروا إجا أول ما إجا سو منه اعتبار فقط محصور بعالمنا العربي. يعني بفتكر حتى مثل ما عم تقول راغدة كمان حتى بأمريكا إنه بالفوكس نيوز عندها التزام سياسي معين. طيروا رئيس حتى CNN راغدة. بس بدي أقول إنه أنا مثلا لما اطلعت على دور الجزيرة خاصة في مطلع الثورة المصرية كنت كتير يعني ضيقت، حسيت إنه هيدا الدور الصحفي الخطأ.
ليه؟ لأنه كان في نوع من التحريض. هو دور سياسي. كان دور سياسي عظيم. بس هذا ما رح أقعد أنا معك يا لميس وقلك إنه بكل الجزيرة ممنوع تحكي بموضوع حزب الله أو ممنوع تحكي بالسياسة القطرية. مش مزبوط. مع إنه أنا عندي انتقاد كتير للجزيرة بكتير مواضيع، ولكن مش صحيح إنه نقول هذه كمحطة، لأنه هي أولاً كمحطة عملت شيء للإعلام العربي. عملت شيء كتير مهم للإعلام العربي. إذا بعدين صارت في مسارات مختلفة أنا موافقة، خاصة لما استولى عليها كتير التيار الإسلامي، لما صاروا لحد هلأ بعد عندهم موقف سياسي في مصر بالذات بلاقيهم يعني كتير واضحين. أنا شخصياً مش هرد على حساسة لميس لهذا الموضوع. أنا عندي مشكلة، أنا بفتح التلفزيون كل يوم ألاقي مظاهرة 20 شخص معمولة ألاف وكأن القضية الأولى هي مصر، ولكن بموضوع الجزيرة لا شك أنه أول قناة إخبارية عبر الساتلايت. أنا وأنت اشتغلنا بالجزيرة تماماً، وكانت رائدة في هذا المجال. ولكن سمعتيني اليوم قلت أنه كنت عم بحكي بـ 2008 وقتها بنسميها غزوة بيروت اللبنانية، لأنه ما عادت القنوات المحلية عم تقدر تغطي كما يجب، أو بال2006 وقت الحرب الإسرائيلية على لبنان انقسم المشاهدين اللبنانيين. وقت الجزيرة كانت بعدها أخذ طرف مع حزب الله، وكانت العربية أخذ طرف مع حركة 14 أدار. سو يعني ما عادت تختلف أنه بتحضريهم كأنك عم تحضري MTV LBC أو عم تحضري المنار OTV مثلا أو نيو TV. تحولوا حتى في التعاطي مع المسألة اللبنانية من وجهة نظر معينة عم يعكسوا وجهة نظر فريق معين. والتلفزيونات يعني لنقول الأمور صراحة، بالجزيرة ما فيك تسب قطر، وبالعربية ما فيك تسب السعودية. ليه بدنا نضحك على بعض يعني؟ بس حتى بيحطوا حد يسب على السعودية مثلا. بس لازم أخرج بريك بس بعدها عندي تعليق صغير. طيب بعد أوكي. بريك ويعني فاصل وحنرجع لهذه الندوة اللي أنا الحقيقة مستمتعة بها جدا، وزي ما أنتوا شفتوا إحنا بنبدأ بقضايا المرأة لكن بسرعة شديدة جدا بننطلق لقضايا الإعلام عموما، لأن الحقيقة القضية ما بقتش امرأة في الإعلام، ما بقتش مذيعة بتاء التأنيث، ولكن بقت قيادات إعلامية يعني زيها زي الرجل، بل تنافس الرجل كثيرا في كثير من المجالات، وأنا منحازة للمرأة طبعا. فاصل ونواصل هذا الحوار. بحبش لبنان. أنا الحقيقة بحس إن أنا في وطني التاني هنا في بيروت دايما وسط أهلي يعني. منتهى كان عندك تعليق؟ ما هو فيروز هلأ يعني الأجواء ما لها علاقة بالموضوع، بالموضوع اللي كنا نحكي فيه والقضية. لا بس فيروز بتطلعك لعالم آخر يعني. ما بقدرش أرجع أحكي عن موضوع الحياد والموضوع راغدة بس تعليق لراغدة عشان بس راغدة يعني تكون المسج اللي أنا حبيت أقولها وصلت للجمهور، وصلت كمان صح. مسألة الحيادية، تعالي أنا بأخذ دائما المثل الأعلى والأكبر بالنسبة لي إعلامية، بدأت من التسعين في الشغل، بأخذ القضية الفلسطينية. فيني أتعامل معها بحياد؟ يعني أتعامل مع الإسرائيلي زي الفلسطيني؟ فيني أتعامل مع الضيف الإسرائيلي زي الضيف الفلسطيني؟ هذه نموذج واحد كمان هي إسرائيلي. It's fine. اللي هو وجهات النظر اللي بتسمعيها اللي قالت عنها راغدة. هذا هو اللي بحكي عنه تماما في الإعلام الغربي. ما فيهم يتعاملوا بحياد مع قضايانا. يعني وجهة النظر الإسرائيلية دائما هي الأقوى
حتى إعلاميا يعني بتبنوها. صحيح. فذس از يعني هي هي الفكره العامه اللي كنت احكي فيها عن حياد الموضوعيه. في حتى بالاعلام الامريكي مر فترات من التعامل مع الراي العربي بالاعلام الامريكي. مر فتره كانوا يدعونا بتواجد مستمر، مثلا ما بعد 2011، ما بعد 9/11 ارهاب 11، طلبوا من مجموعه من يعني كتاب ومعلقين عرب يكونوا متواجدين على في الإعلام الأمريكي. لأول مرة يعني وظفوا شخص بمعاش أنه يكون معلق سياسي من المنطقة العربية، هو اللي أنا كنت أنا أول شخص وظف في الإعلام الأمريكي حتى يعطي رأيه لحتى يعمل تحليل. ولكن ما بعدها رجعوا نفسوا وبعدين كانوا وقتوا عم بيجربوا يمكن يجاوبوا على لماذا يكرهونا. فبعدين فعلا يعني لاحظت انه في نوع من الستايفلينج اوف ذا ديبيت بالانجليزي، يعني اسكات، عمليه اسكات. هل هو قرار اسرائيلي؟ هل هو قرار سيطره هيمنه اسرائيليه على الاعلام الامريكي؟ او هو هل الشعب الامريكي ما له جلاد يسمع بقى سياسي؟ هو مقتنع باشياء تاريخيه ما في تغيير له اثنين. في شيء هلا مش بالاعلام الامريكي، يعني في الدوميستيك يلي بيتوجه للامريكيين يلي ما له علاقه بالدنيا الا بالبيور امريكان، وفي الانترناشونال يلي بيحاكي العالم. صحيح. بس اللي عم بتقوله منتهى هو يطبق على السي ان ان مثلا داخلي والخارجي. انا بقول لك ارهاب 19 اذانا، لانه هلا ما في مكان حقيقي للراي العام العربي حتى بموضوع مصر. مروا مرور الكرام، وبعدين من وجهه نظرهم كان دائما مقنن بانه شو يعني حدث مصر بالنسبه للعلاقه مع اسرائيل مثلا. ايه هلا شوفي انت تغطيه اوكرانيا مثلا مفردين لها بالزبط. الفرد الاعلامي لقضيه اوكرانيا لانها بتمسهم بشكل مباشر. انا مش واضح لا لو بتلاقي انه سي ان ان تعاطف فيها والفوكس تعاطف فيها كل المحطات شو فيها غير عن قضايا. انا كمان زهقوا منا، كمان زهقوا منا يا رب. انا عايزاهم يزهقوا منا. الاعلام الامريكي نفسه مش طويل، يعني انه عم بيواكبوا الحدث لما بيصير، بس يطول الحدث مثل ما ليت لي كان عم بيصير بالعراق، انه صار سياره متفجره ثاني يوم سياره متفجره، صار في قصه طويله مش منتبهين لهم لانه خلص صار الحدث انه عم يتكرر كل يوم. بسوريا بالاول كانوا عم يعملوا انه اروى دائما كان عدد الصحفيين اللي عم يعملوا ريبورتس مثلا بس ان ان لا يحصى، شوي شوي خفت مثلا مكتب بيروت كان شغال كثير، هلا رجع يضعف. العراق كان في دور امريكي مباشر في العراق، كانت حرب امريكيه في العراق بتهمهم اخبارهم، فهذا كان يعني التورط الامريكي في العراق. هلا سوريا ما بدهم، مش مهتمين، حتى مصر خلصت، حتى اليمن ما بتشوفي خبر عن اليمن، حتى لا العراق لا اليوم مصر لسه كل يوم في الاعلام الامريكي. اوه طبعا، لا انا مش شايفه، لا احنا بيجيلنا التقارير ازاي؟ انا مش عارفه، مش على التلفزيون بس مش على التلفزيون. الصحافه نيويورك تايمز بس مصر ما اظن انهم يتجاوزوها، عندهم اسرائيل يعني صح ولكن ما عندهم اهتمام. انت اول ما صار الحدث في مصر راحوا كل الانكرز، كل واحد هيك طلع ويطلعوا كلهم شايفين حالهم عم بيغطوا ثوره. بعدين لما موضوع الاخوان والى اخره سقطت شوي، يعني في انعزاليه امريكيه ومرقوا فتره ضياع. بعدين كمان سمعنا كثير مؤخرا انه مهتمين بالصين أكتر هلا مثل ما تبين، مهتمين بأوكرانيا أكتر، يعني منطقة الشرق الأوسط بي أنت ومتصالحي لي أكتر لأنك خبيرة بالشؤون الأمريكية أكتر. ولكن أوباما ما كان بده يكون هالقد انفولف بموضوع الشرق الأوسط مثل عن إيام بوش، يعني وجه الاهتمام الأمريكي إلى مكان آخر، بس غصب عنه بدهم يرجعوا يجروه، بده يرجع على هاي المنطقة. دكتورة مي، ليه قررتي يعني تتوقفي عن برنامجك وانت بعد الحادث رجعتي؟ رجعت وانا كنت اول ضيفه عندك بعد ما رجعتي. يعني كمان وبالكتاب اللي كتبته كمان تحدثت عن الزميلة راغدة، أنا كنت كتير عم بتألم أنا وعم أقدم برنامجي. يعني تصوري حالك ضحية عارفة مين ارتكب هالشي بحقك وبحق كل الضحايا، وانت بدك تطلع على التلفزيون. انت عارفه ايه؟ انا عارفه انه نظام السوري وحزب الله
هن اللي عملوا كل العمليات. واصلا في 5 متهمين من حزب الله هلا رفضوا انه يحضروا، ولكن المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان بلهاي بدات عملها، وفي 5 متهمين قضيه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 5 ينتمون الى حزب الله. يعني انه مش معقول يكونوا عم يتصرفوا هيك من تلقاء ذاتهم بلا ما يكون في حدا طالب منهم اجنده سياسيه معينه. والحلفاء معروفين، يعني ايران وسوريا، النظام السوري بالاحرى، وحزب الله. هلا بعدين بيقولوا لك انه بدك بلد عم تعيشوا فيه مع بعضكم مضطره تقعدي على فرد طاوله حكوميه مع حتى اللي متهمين بالقتل او الى ما هنالك، هيدا بتصير بالشؤون السياسيه. ولكن انا شخصيا بلاقي انه خلص اللي جرب، في مثل لبناني بيقول اللي جرب المجرب كان عقله مخرب، يعني بيستغلوك لمرحله معينه ليصلوا لغايتهم، بعدين بيرجعوا بينقضوا عليك لانه هدفهم وضع اليد على البلد. هلا فيما بيتعلق شيء جربت تكون مثل ما عم نحكي بالموضوعيه والحياديه وانا الموجوعه، يعني طلع ضيف من 14 أدار أعمل محامي الشيطان معه بشكل لا يوصف، طلع ضيف من الفريق الثاني كمان دوري أنه ألعب دوري كصحفية، شو عملت بتبع 14 أدار؟ معلش ما بيشوفوه. إذا وجهت سؤال وأنا بشتغل على يعني ما بسأل سؤال بالهوى، بيكون كله دوكيمنتد، حتى لو بدي أعبر عن رأي أزرق فيه أو رأي سياسي معين، ولكن بكون مبنية على وقائع وعلى إشياء لوصل للمسج اللي بدي إياه. شو ما احكي مع الطرف الثاني على طول متهمه، قلت لهم ضويت لهم اصابعي العشره بس انفورشنتلي تركوا لي 5 هدول الصناعيه وما بين معهم، بقى ما بيبين معهم الله ما عاد وليبون، ما عجبهم انه اطلع مع التلفزيون وكون موضوعيه كنبي، تركت التلفزيون. هلا بالمؤسسه تبعيتي ما بتعطى سياسه المؤسسه الاعلاميه، بس رايي الخاص ما بيتحملوه بعدهم، لا بيهددوني. واو طبعا عم. بهذا الكلام القوي لازم اخرج فاصل اخر، انا عارفه ان فواصلنا كتير ما تركزيش تتنفس ولو فاصل اخر عند الكلام القوي ده واعود. طبعا يعني سيده مي شدياق فقدت ساق ورجل في ساق ويد، ساق ويد، عفوا ساق ويد، كل الحاجات لخبطت معايا، ساق ويد في هذه المحاولة البشعة لاغتيالها، لكن الحمد لله انها ما زالت صوتها لم يتم اسكاته. فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد، والجزء الاخير في هذه الندوه الحقيقه اللي انا مستمتعه بها جدا. راغده، عندك مؤسسه بيروت، ايه هي المؤسسه دي وليه يعني هل العمل الاعلامي لا يكفي فيعني قمتي بهذه المؤسسه؟ العمل الاعلامي يختلف عن عمل ثينك تانك اللي هي مؤسسه فكريه. بيروت انستيتيوت هي مؤسسه فكريه للمنطقه العربيه. بوجودي في نيويورك وسفري الدائم، انت بتعرفي انت وانا كنا في دافوس مع بعض، كان عندي نوع من الغيرة، حبيت انه مدينتي، انا خلقاني ببيروت مع اني معظم حياتي عشتها في نيويورك، بس حبيت انه احاول ان اعطي هالمدينة اللي بعشقها محل في المؤسسات الفكرية، حتى تكون مؤسسة فكرية للمنطقة العربية مستقلة وتنبع من المنطقة، تنبثق من المنطقة العربية ذات بعد دولي. فطبعا هي الفكرة ان نتعاطى مش بس مع الشؤون السياسية، وانما في عنا مجالس، مجلس للموضوع المرأة، مجلس لمستقبل الطفل، في عنا كتير مجالس مختلفة. لم نركز على شيء اعلامي لانه هذا شغل الاعلامي بحد نفسه يتداخل مع المؤسسة الفكرية. والهدف الرئيسي منا نحن في مرحلة انتقالية في المنطقة العربية بدءا بمصر وبتونس، وحسيت انه الشباب العربي، يعني شباب بمعنى طبعا الصبايا والشباب، بحاجه يكون عندهم منبر، مش ليس فقط منبر احتجاج، وانما ايضا منبر صنع الفكره وصنع ممارسه التفكير لتقديم قضايا على الساحه الدوليه بطريقه مبسطه لميس، لانه في كثير تعقيدات بطريقه شرحنا لقضايانا. يعني فخورة أن هي مؤسسة فكرية منبثقة من المنطقة العربية ذات بعد دولي، لحتى ما ينظر إلنا فقط كناس من هالمنطقة أنه إرهاب أو إسلاميين أو متطرفين، لا، عنا من مصر إلى سوريا ولبنان أيضا، ما ننسى أنه كان عنا حملة تغيير. أما إعلاميا أنا ملتزمة طبعا
يعني عندي علاقة حميمية مع المهنة. ولأني وصلت لموقع كبيرة الدبلوماسيين أو كبيرة محررين الدبلوماسيين في نيويورك, ولأنه هذا الموقع بيعطيني أيضا البعد الدولي, فما بعد بنظر للتطورات فقط من منظار واحد. عندي يعني تخصص إذا شئتي هو في وضع القضايا الإقليمية في الموازين الدولية, فبكتب مقال استراتيجي في جريدة الحياة أسبوعي, وهذا بيعطيني الوقت أني أفكر, يعني أفكر وأنا قاعدة, حتى لما أطلع بالتلفزيون كان عربيا أو دوليا بقدر أفكر وأنا واقف على إجري اللي بقوله بالإنجليزي. الحمد لله عندي هالشغلتين. دكتورة مي, مفتقدة الشاشة؟ ما كتير, لأنه ما عم غيب كتير عن الشاشة. يعني ضيفة دائمة بسجل حلقة للأم تي في, يعني في عندي مناسبات كتيرة أني أقدر طل على التلفزيون, وبحب كتير اللعبة الإعلامية, وعم بستلذ هلأ بالتجربة من الجهة الأخرى. وكوني لسنوات طويلة برح أقول قديه كتير 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 كنت من الجهة في مكانك, بقى بعرف الألعيب, يعني مشان هيك بطلع مرتاحة باللعبة التلفزيونية, وبعتبر أنه قضيت أكثر من 25 سنة بتقديم نشرات الأخبار والبرامج السياسية. معلي إذا انتقلت بلشت كتير صغيرة بالتلفزيون, بالأخبار بلشت كان عمري 20 سنة. بون بقى كان بفتكر أصغر مذيعة أخبار بلبنان, ومن وقتها قطعت مراحل كتيرة وكفيت دراستي وبعلم بالجامعة. وبعد الحادثة اللي تعرضت لها وطلعت على ذكرنا من شوي, طلعت على البرنامج خلال 3 سنوات, كنت عم جرب أثبت لإلي قبل ما أثبت للعالم أنه أنا قادرة أرجع أطلع على الشاشة. طلعت بعد 10 أشهر بوقت أنا بعدني عم بخطأ على العمليات الجراحية. بعد 10 أشهر؟ نعم, أنه أنا قادرة بإيد اصطناعية وإجر اصطناعية, أنه أنا بعدني ماي اللي كانت قبل الانفجار. كان تحدي كتير كبير. طيب بعدين قلت نجحته بهذا التحدي, خليني أجرب شي تاني. هلأ كانت يومتها ردت فعل على موقف ما, مش هيك قررت يعني ليه استقلتي على الهواء؟ يعني هل الاستقالة على الهواء استقلتي على الهواء مش كده؟ بديك الأمور بقول الأمور ببساطتها. نهارتها كان بعدني قبل بأسبوع مسجلة حلقة وما قدرت أطلع لايف على الهواء لأنه أنا برنامجي كان أسبوعي, عاملة عملية بدينتي لأنه على الانفجار هون كله بالعظم وعمل وبراسي ووجع ليوسف. تحملت على أوجاعي ورجعت على التلفزيون بعمل الحلقة. يلي بيعتبروني أنه بنتمي لفريق معين آخر دقيقة كانوا يتسلوا يسحبوا الضيف, يعني سابوتاج. يعني قدي بدك تقدر تتحقنه بالاخر. طلعت بيني وبين حالي ما بدها الدنيا هالقد, انه انا عم بتحدى حالي وعم بطلع وشو ما عم بعمل مكتوب على جبيني محكمه دوليه, شو ما رح بعمل في فريق معين بيعتبر مجرد ظهوري على الاعلام هو اداني لإله, شو ما عم بعمل انا بسيب التحدي لإله. خلص اثبتت يلي بدي اثبته, خليني ارتاح بيني وبين نفسي. اخذت القرار الساعه 8 اعلنته على التلفزيون الساعه 12. يعني اخذت القرار لحد. لا, وحتى أختي اللي بترفقني على طول ما خليتها نهارها تروح معي على التلفزيون لحتى ما حدا يسنيني عن قراري. وبلغت بس البروديوسر أنه هلأ بس أوصل على ختمي بدي أقول بدي أترككم, ما بتخلي المخرج يوقفني, بزعل منك. وطلعت وما كنت عم بقدر أكتب الختمة, مشان هيك فرطت على الهواء. كان موقف مؤثر, يعني بالون ما بالون بالآخر قلت يا ربي خلاص أخذت قراري, قلته على الهواء لما أرجع عنه بعدين, لأنه لو فكرت فيه للأسبوع اللي بعده ممكن تغيري رأيك ومعود أعلنه للموقف. يعني كان عم بجبر حالي بموقف قبل ما غير رأيي. موقف صعب, موقف صعب جدا. منتهى حاسة أن الإعلام بياكل حياتك كامرأة, يعني 5 أيام على, وأنا بشعر ده بيه, لكن بسألك وانت عايشة في دبي 5 أيام على الهواء كتير صعب الحقيقة, بياكل حياتك بياكل إنسانيتك كمان. لا يعني شوف, أنا بحاول دائما أعمل يعني أنظم وقتي, وهو بتصير لميس بتعرف إنه بصير إشي بدمك. يعني ما فيك تفيقي من النوم تقعدي تشربي فنجان القهوة تبعك إلا لما تكوني قرأتي الجرايد وفتحتي النت وشفتي الدنيا شو صار فيها, شفتي آخر نشرة أخبار وتابعتي شوية آراء سياسية. هذا اللي أنا بدخله جزء من التحضير تبعي اليومي للحلقة اليومية.
هلأ خمس أيام بالأسبوع يعني خمس أيام بالأسبوع كتيرة شوي، لأنه التزاماتك العائلية ما فيك تعمليها، التزاماتك مع أصدقائك ما فيك، كله بتأجل للويكند للويكند للويكند، فالويكند شو بدها تحمل لتحمل. فبالآخر البنات بيقولوا لك إيه إمتى بقى تبطلي؟ لا لا لا، البنات جوزك بيقول لك إيه إمتى تبطلي؟ لا اتعود بقى خلاص اتعود والبنات وبعدين لا هو بيقول إنه إمتى تبطلي وتختيري وتقعدي عشان ما ينفع يعني ولا مكان يعني يعني ما عملش أي حاجة تانية يعني. بالمناسبة ليه الواحد بيحكي مصري لما وليه أنا بقلب بالجيم ولبناني لما بجيب هو لهجة المصرية حلوة بين عليا وعلى الأفلام المصرية بقى بنعتبرها لغة تانية يعني كلنا بنقلب مصري لما بتحكوا معنا هلا صرنا نحكي تركي على أساس بدأ من المسلسلات بالسوري بتحكي مصري حسب اللي بيطلع. أنا بس كنت حابة قبل ما نوصل للختمة بس أحكي كلمة عن الفاونديشن تفضلي عشان تقريبا احنا وصلنا نعم بس وقفت البرنامج بعد كم شهر قلت حتى براسي لأنه كنت بعلم بالجامعة وبعمل البروغرام بعرف أنه التلاميذ اللي بدون يعملوا ترينينج تبعولهم ما بيتركولهم مجالات بالتلفزيونات لأنه بيخافوا كتير على الأكويبمنتس تبعولهم أنه لا هاي دول حقهم مصاري وما تدقرون وما أدري شو. بقررت أعمل الفاونديشن يلي اليوم كنتم مشاركين ضمن واحدة من الكونفرنس يلي بنعملها بمناسبة يوم المرأة العالمي اللي هو Women on the Front Lines، وعنا كونفرنس تانية يلي هي Free Connected Minds بتتعاطى بوسائل الإعلام الحديث والكوميونيكيشن وكل هيدي المجالات. بس بنفس الوقت عنا الميديا أوردز يلي بالذكرى السنوية هي بسبتمبر، ذكرى المؤسسة قررت تكون بسبتمبر لأنه هو وقتها ذكرى التفكير الاغتيالي. بقى في عدة جوائز وعم بيكون لنا شرف انه حتى اعلاميين مصريين، ابراهيم عيسى اخذ الجائزه سنة الماضي، وفي اعلاميين عالميين ولبنانيين عم ياخذوا الجائزه واخذوها من الجزيره ومن العربيه زميلي نجوى عاصم كمان الحياه وبعدين من العربيه مش نجوى يلا يلا للمرأة في الخارج يلا أنا وقت تقريبا انتهى، لكن راغدة في دقيقة زيارة أوباما إلى الرياض مش ممكن أعدي من غير ما أسألك. مهمة جدا لأنه في هذه الزيارة سيتم التطرق بالطبع إلى العلاقة الثنائية، ولكن أيضا علاقة الولايات المتحدة بالذات مع الملف السوري والملف الإيراني. أعتقد أن هذا سيتأثر بأحداث أوكرانيا، وأعتقد أن ما يحدث الآن هو مراجعة إذا شئتي لشخصيتين مهمتين في العالم الجديد، هما فلاديمير بوتين الذي لا نعرف ماذا في ذهنه الآن في أوكرانيا، وباراك أوباما الذي اكتسب سمعة وسيط التراجع. إذن أحدهما أقدم جدا وكثيرا وبصورة سيئة من وجهة نظري على الأقل في سوريا وغير ذلك، أعاد لنا الاتحاد السوفيتي، والآخر الذي أخذ إلى الانعزالية ولكن يطالب الآن بشيء آخر. هذا سينعكس على الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وهناك تغيير في المسيرة أو في المواقف السعودية نحو سوريا. تمثلت تلك المواقف أو ذلك التغيير بتغيير مثلا الأمير بندر بن سلطان واستبداله بالأمير محمد بن نايف، وبالتأكيد والأهم هو تجريم السعوديين الذين يقاتلون في سوريا، ومعنى ذلك أن هناك الآن تكاتف في محاربة الإرهاب بطريقة مختلفة. ولكن أتمنى على الطرفين أو بالذات إن كان السعودي الأمريكي وأم السعودي الإيراني أن يأخذا مشاكلهما ليس فقط إلى ديارنا هنا، وأن إما يعالجون تلك الخلافات أو يجدون مساحات أخرى. نعم. لأننا تعبنا، ونحن في لبنان تعرفين تعبنا جدا كلنا من حروب الآخرين في أرضنا. أكيد كلنا. أنا بشكركم شكرا جزيلا، يعني استمتعت بوجودي في المؤتمر، استمتعت بوجودي معاكم، وأكيد المشاهد المصري أنتم قريبين، يعني كتير منكم معروف على الشاشة المصرية وللمشاهد المصري. بشكركم على وجودكم معايا دكتورة مي، منتهى، راغدة. يعني أحيانا ممكن إحنا ما نتقابلش، لكن في دائما بيننا لغة مشتركة، دائما أول ما بنقف مع بعض بنجد هذه اللغة حتى لو كنا
تنتمي لمؤسسات إعلامية مختلفة. شكراً، نورتوني زي ما بتقول. شكراً. نورت لبنان. الله يخليك. إنك زبطت سكجول تبعولك لتقدري تجي على المؤتمر. كان لازم أعمل الحلقة من بيروت ونحن استفدنا بوجودنا معي. أشكركم شكراً جزيلاً. فاصل قصير وبعد الفاصل نيكولا جبران يحدثنا عن شأن آخر عن الأزياء. مش ممكن أكون في لبنان وما نتكلمش عن الأزياء، لأنه من أحلى الحاجات المعروفة بيها لبنان طبعا هو الفاشن والفاشن ديزاينرز أو مصممي الأزياء اللبنانيين. هم أصبحوا عالميين، يعني بيصمموا ليس فقط للعرب والعرب واللبنانيين ولكن أيضا للعالم، وال يعني كتير من الفنانات على الريد كاربت دلوقتي بيرتدين فساتين لمصممين لبنانيين. واحد من أهم اللبنانيين الحقيقة من المصممين هو نيكولا جبران، شفنا بعض اللقطات ولكن هو معانا بقى يحكي لنا بالتفصيل عن أحدث الأزياء ونسمع منه أحدث الألوان والموضات. نيكولا أهلا بيك. أهلا فيك، اسمحي لي بالبداية برحب فيك عنا بلبنان وأقول لك أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. قولي بتحب يتقال عليك إيه؟ مصمم النجمات وأنت بتصمم لفنانات مش بس عرب ومصريين أو يعني عرب ولبنانيين، ولكن أيضا وصلنا لكيتي باري والكثير من النجمات الخارجيات. بالحقيقة أنا لأني حدا بركي عندي إبداع شوي أو عندي يعني عندي ببتكر أكثر بخطوط، يعني عندي خطوط جريئة وعندي أشياء جديدة أقدمها بعالم الموضة. بركي ما بحب كتير كون بس مرتبط بالفنانات لأني يعني كمان بقدم شغل لسيدات مجتمع ولسيدات عربيات وسيدات من كل أطياف المجتمع إذا بدي. بالحقيقة يعني بالبداية ربط اسمي بكتير من الفنانات، وعلى يعني أولهم الفنانة أصالة، يعني هي كان إلها دور كبير بانطلاقتي بالبداية، وكان إلها دور بأنها عطتني ثقة أكتر بالشي اللي بقدمه. تقريبا أصالة ما بتلبسش غير من عند نيكولا جبران، ده حقيقي. بالضبط. ومين تاني غير اصاله؟ كتير، يعني انا كمان من مصر شيرين عبد الوهاب، من كمان مايا دياب اكيد، الفنانه هيفا وهبك، يعني كتير من الفنانات من الوطن العربي. شفنا كمان ماجدة الرومي. ماجدة الرومي اكيد كان لي كتير شغل، كنت اشتغلت على الكامباك تبع ست ماجدة اللي هو اعتزلت الغرام، واللي هو الحب والوفاء، اللي هي شودة مهمة كانت أو كان كليب كتير مهم. بس هنا في اختلاف قوي في الستايل، بمعنى أنه أنت جريء، خطوطك جريئة، فساتينك جريئة، وفي نفس الوقت بتصمم لفنانات
متحفظات يعني أصالة وماجدة الرومي وغيرهم كونسيرفاتيف برضو في لبسهم، مش يعني مش بالجرأة الفظيعة اللي ممكن نشوف فيها مايا دياب بركة مثلا. مثلا يعني انت ازاي بتصمم لمايا كل والأصالة؟ كل شخص لانه بالنهاية مصمم الازياء اولا، لما يعني انا الشغل اللي بعمله هو لوت كوتور، يعني لوت كوتور اول شغلي هو انا بحتك اكثر بشخصية المرأة، فلازم اعرف شو حدودي معها وشو حدودي الست اللي عم بشتغلها، ويكون عندي رؤية يعني بحدودها، يكون عندي بالبصمة تبعتي وشوف قدي بقدر أقدم لها وقدي بقدر ضيف لها، ليكون في كمان عندها صورة جديدة تقدر تماشي العصر، تقدر تكون يعني تقدر تكون بتواكب اليوم نحن اللي وصلنا له، يعني بتكون قريبة للجناس لل إذا بدك للشبابية أكثر من أنها تكون بركة جريئة، بركة أنها تكون. مين أصعب نجمة يعني عملت لها أزياء أو صممت لها أزياء؟ كل حدا منهم في صعوبة بشخصيته، يعني بيقولك لا لا يعني كلها ما ينفعش، أنا مش هلبس ده، ده عريان أو ده مثلا ده مش عريان، لا افتح شوية لا اقفل شوية، لا ده ما ينفعش الكلام. لا بالحقيقه يعني انا يعني ما بتوصل هالقد اني قبل، لان لما بعرف انه الانسان قد ايه حدودي معه ما بخاف، يعني ما بعمل شيء ما بعمل شيء اكثر من المفروض. انا بطبيعتي بحب، يعني انا بطبيعتي فنان، بستوحي من كل شيء بشوفه، ما عندي حدود لاني مثلا بركي هالفستان انا لازم يكون مفتوح، انا شايفه مفتوح لازم يكون مفتوح بمجموعتي، ولكن لما بيكون موجه لسيده او من اي دومين كانت ست مجتمع او كانت، لازم يكون موجه لها، لازم يكون معمول لشخصيتها. لا طيب. بس اسمحي لي كمان اقول شغله، جرأتي هي مش مبنية مش لأني أنا جريء والله جاي عبالي، الجرأة هي أساس لكتير من الفنانين، يعني اليوم نحنا بشوف أنا كتير من الفنانين بيستوحوا أو استوحوا من إذا بدك من الخطيئة، من صورة الخطيئة اللي هي صورة آدم وحواء. اليوم نحنا اليوم بنصور آدم وحواء كانوا حاطين ورقة مغطين جسمهم بورق، اليوم نحنا بنقبل نشوف هاي الصورة، بس اليوم وبشوف أنا كتير من الفنانين بيستوحوا من هالصورة وبتكون انطلاقة لقلهم لأعمال كبيرة بيعملوها. نفس الشيء أنا، يعني أنا كمان بشوف أنه بمطرح من المطارح حابب أنه يكون هيدا الفستان مفتوح لدرجة أنه يكون مفتوح. طيب معي على الهاتف فنانة جميلة، يا الفنانة أصالة، مساء الخير يا أصالة. هاي مساء الخير، كيفك يا ميسا؟ أهلا بيكي، ويعني أنا سعيدة أن بقالنا كتير ما اتكلمناش، لكن أنا دايما أنت عارفة بحبك وبحب أتفرج على البرنامج بتاعك طبعا يعني. الله يسلمك، شكرا يا حياتي. قوليلي، أنا طبعا معايا النهاردة نيكولا جبران، وأنت بتحبي تلبسي من عند نيكولا جبران؟ لا الحقيقة أنا يعني ربطني من نيكولا أكثر بكثير من اللبس، نحن في بيننا حقيقة قصة كتير مهمة، يعني قصة حياتي كلها تقريبا مرتبطة بنيكولا. ازاي يعني يا اصلا؟ نحن بنعرف بعض من زمان، صرنا تقريبا لليوم مع بعض 16 سنة او 15 سنة. وانا بهالسنين مرقت بكتير ظروف ومرقت بكتير مواقف صعبة. من الاشخاص الاوائل والاهم اللي كانوا جنبي هو نيكولا جبران. فبيربطني فيه علاقة وعندي ثقة كتير كبيرة فيه، انا بلبس فستانه بدون ما اقيسه وبدون ما اشوفه بدون اختار لونه. بعرف انه نيكولا حيعمل لي شيء اللي بيناسبني وبيناسب الحدث. مؤخرا لبست له فستان بحفل بمهرجان بقطر، كان من احلى يمكن الفساتين اللي لبستها بحياتي، بيشبه خيالي. المهم صار يعني بيني وبين نيكولا علاقه كثير مهمه، هذا ما بيعني انه انا مو صعبه معه. خفت وقت سالتيه قلت له مين اللي من الفنانين اللي بيعجبك؟ قلت لك اصاله، بس هو يمكن بيزعلني. بتعذبيه ازاي يا اصاله؟ والله حرام، يعني معذبته مش حطته بهالحياة. أنا بسافر لي، نجي بيجي، بيترك شغل مشاني، بيعمل كتير أشياء ومواقف بالحقيقة ما في إنساها بحياتي. فيعني أنا يمكن أكثر حدا بحياته عذبه، وعذابي يعني من كتر ما عذبته صار يحبني ويتعلق فيه.
نيكولا انت اصاله بتعذبك؟ لا انا بستمتع، اذا هيدا عذاب انا بستمتع فيه، يعني انا متعه حياتي اني اكون موجود جنب اصاله. بتعرفي في كثير مواقف اوقات بتتعلقي بالشخص لما بتتعرفي عليه اكثر، ولما بتفوتي بشخصيته اكثر وبعمقه اكثر. ايه اللي بيميز اصاله؟ يعني هي كشخصيه انا اعرفها، لكن يعني يمكن ناس كثيره ما تعرفش. قربي منها انا بخليني اتعلق فيها، وبخليني احسها انه انسان غير كل الناس، غير كل الناس، يعني غير نظرتي فيها، غير نظره كثير من الناس، لاني بعرف عمقها وبعرف شواتها وبعرف كل شيء عنها. فمشان هيك بضحي كتير، ما بضحي، أنا بعمل اللي بحسه تجاهها، ما بحس إنه أنا ضحيت أو عملت شيء. أصالة يعني إيه شروطك في الفستان؟ يعني أنا عارفة إن أنت كونسرفاتيف إلى حد كبير، يعني إلى حد كبير. بس مرات نيكولا يعني مرات بفاجئني، مرات بسيطة، مرات بيكون معنا وقت حتى نلحق شو بدنا نعمل، بس يعني هو صارت نادرا معنا. وانا بعتمد عليه تماما يعني، وبعتبر انه من ضمن الاخطاء يعني الواحد مرات بيعملها وما بيكون كثير ندمان عليها او مش عارف شو رد فعلها. يعني مرات بطلع انا شوي عن حدودي نقطه وبنرجع، لانه هاي الحدود اللي بنحطها حساسه لدرجه انه صحيح. مرات شعره بتفرق. صحيح. لكن هل مثلا فستان في حفلة في الخليج يختلف عن فستان في حفلة في بيروت مثلا؟ يعني بتفكري كده؟ لا بالنسبة لي لا، انا بالنسبة لي لا، يعني حدودي بلبسها بامريكا ولا بكوالالمبور ولا باي مكان كون فيه، هي حدودي نفسها ذاتها. عمرك رجعتي له فستان؟ يعني لا خلاص مش عايزة، رجعتي له ليه؟ بص يا نيكولا احنا اصحاب بس احنا مش هينفع البس الفستان ده. لا ما بحياتي، يعني ما بحياتي صار يعني قصة من هالنوع، بعجبه بأشياء تانية بس مو بالفستان. بالفستان بالعكس دائما بيفاجئني باللي بيفكرني، يعني دائما هو أحلى أجمل من خيالي، أجمل من خيالي عن القطعة اللي بكون بدي ألبس. بس هو جريء جدا رائعة كمان، ومن الأشياء الرائعة اللي كنت أنا طاير عقلي فيها عاملها مؤخرا مو لعلي لنوال الزغبي، كانت كمان من أجمل ما لفتت نوال. بس هو جريء جدا يا أصالة، يعني خطوطه جريئة جدا، هل ده بيخوفك؟ لا هو جريء مع اللي بده يكون جريء، وبيلبس أشخاص حتى أكثر مني التزاما، بيعملهم لصفتين يعني رائعة. لا يعني بعرف أنه كيف ما قال بالبداية يعني حديثه معك، أنه بيعطي كل شخص حسب حدود رقبه خاصة وكيف هو بيشوفه، فهو بيشوفني صح بتشبه صورتي كثير. أنا بشكرك. بدي أقول لك كمان لميس، بدي أقول لك ضيوفك كانوا كمان رائعين بنيكولا. Thank you. أعشق منتهى وراغدة اليوم تعرفت عليها، بس أنا بالنسبة لي عندي أم ثانية بحياتي أعشقها، وبتمنى إنه لما تكون جنبها يعني بوصل إيديها الاثنين، واحدة اللي راحت وواحدة اللي بقيت هي الست مي شديع. فبدي أقول لك إنه اليوم أنت محظوظة إنك قعدتي مع بالنسبة لي إنسان الحلم. أنا بشكرك الحقيقة، أنا فعلا كنت محظوظة أن أنا قاعدة مع النساء الإعلاميات دول، لكن يعني بشكرك جدا أصالة، وحشتيني بقالي كتير ما شفتكيش. إن شاء الله بشوفك قريب يا عمري. إن شاء الله. الله يسعدك ويحميك يا رب. Thank you. أشكرك أصالة الفنانة. حكيني بس خلص. إيه أصعب فستان عملته؟ أصعب؟ أنا شغلي كله في تحدي. يعني دايما بحس انه لما خلوا معنا الصور يا جماعه، يعني خلوا معنا راشز نشوف الصور. الفكره لما بكون قاعد عم بشتغل بكون يعني بكون ب بكون مستمتع، بكون عم بكون باحسن حالاتي، ما بحس في صعوبه. يعني الصعوبه بتجي من الشيء اللي بتحيطك، ما انا بال زي يعني بال يعني بكل شيء بتشوفيه اليوم بمجتمعنا العربي بتشوفي قصص كتير. هل شايف المجتمع بقى كونسرفاتيف بيتجه للتحفظ؟ في ضغط كتير كبير بمجتمعنا العربي بخلينا اليوم نحس انه نحن بمطرح ما قادرين نعطي. في جو من الكآبة، في جو من الحزن، في جو من السلبية. بنشوف الحفلات قلت، يعني كل شيء جميل على كوتشير، على حفلة، على اكيد كل شيء جميل اليوم بوطننا العربي صار مقروض. صرنا نشوف أقل اهتمام بالجماليات والأشياء الحلوة، صرنا مندور لنشوف مين اليوم راح ومين اليوم إجا، ونشوف صور بشعة على التلفزيون. يعني بشوف أنه مش مفروض نحن اليوم بس بحياتنا نركز على هالأمور، يعني تركيزنا الأساسي هو
برك السياسة والأمور اللي بتتبع السياسة والأشياء اللي عم تجينا منها برك زبزبات سلبية بالحياة. هيدا الشيء مش بس علي بيأثر، بيأثر على كل الناس، بيأثر بكل، بيأثر على التلميذ، بيأثر على على الإعلامة، بيأثر على كل الناس. بتخيل الكليب الأخير لكيتي باري وأعتقد كانت لابسة لبس كان كله فرعوني، ليه الفن الفرعوني ملهم بالنسبة لك؟ الفن الفرعوني ملهم لكثير من الفنانين، يعني أنا بنبسط اليوم لما بشوف لما اشتغلت على الكليب ولما اشتغلت على طلتها بالبرايت أورد. كان الثيم تبع كل الشغل هو ايجيبشن، هو فرعوني، فرعونك. هل معنا الصور دي يا شباب لو سمحت ممكن نلعبها؟ كان بالنسبة لي شغلة كتير حلوة وكتير انبسطت لأنه أنا بنتمي لمجتمع عربي ومصر هي يعني هي بقلبنا يعني هي حبيبتنا. فاليوم لما أنا بدي اشتغل على صورة من مجتمعنا العربي بيشتغلها بمحبة وبيشتغلها أنا وكتير مبسوط. يعني أنا كتير فخور بهيدا العمل، وفخور أول شيء لأنه هو عالمي وبنفس الوقت يعني كتير يعني مصري. بس عملت ضجة اللي أعتقد كانت لابسة. بتعرفي في أخطاء أوقات بتصير من 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 أشخاص محيطين بالفنان أو المخرج أو بصير في أمور، لكن هن اعتذروا عن هيدا الخطأ. أنا بتطلع دايما على الشيء الإيجابي بالموضوع، الشيء الإيجابي بالموضوع أنه ضوينا على حقبة كتير مهمة، فترة زمن يعني ضوينا على حضارة كتير مهمة بهيدا العمل. أكيد هي اعتذرت عن هيدا الصورة أو هيدا الشيء الإساءة اللي صارت بس، ولكن الكليب كان كتير حلو. الكولكشن لأعتقد الخريف والشتاء كان من ثيم الغجر، ليه اخترت الثيم ده؟ الغجر كانوا عايشين حالة تحدي والغجر انتقلوا. دي بس قبل ما معلش احنا هنعلق تاني. نعم. ممكن نخلوا الصور معايا خمس دقيقة بس دقيقة. ده جزء من الكليب بالضبط. نعم مظبوط. وكل فعلا الثيم من ثيم كان، إذا بتشوفي حتى بكل الديكار بلبسة بشعرة بكل شغلة بتشوفيها كان فيها هيك رمز أو إيحاء من الحضارة المصرية ومن الحضارة الفرعونية، وهيدا الشيء بتخيل. أنت هنا بتصمم كل الأزياء ولا بتصمم بس؟ لا أنا اشتغلت بس الأزياء، ولكن على الأزياء انشغلت كل السات والأكسسوارز وال أنا البرايت أورد. خلوها معانا يا جماعة لو سمحتوا. البرايت أورد أنا كنت شاغل على كل البرفورمنس تبعها مع الدانسرز مع كل ال تاني أرجع لثيم الغجر. ليه خدت الغجر؟ لأنه عندهم قصة كتير مهمة. الغجر كانوا موجودين بالهند من زمان كتير، والغجر لما انتقلوا لأوروبا يعني مرقوا بتقريبا انتقالهم تكلفهم 300 سنة لانتقلوا، ولما انتقلوا مرقوا بتركيا ومرقوا بإيران وبعدين راحوا على وتقسموا بأوروبا، يعني تقسموا قسم منهم بإسبانيا قسم منهم. فهيدي يعني هيدي النقلة تبعتهم كان فيها كتير من التحدي وكان فيها كتير من القوة، بالنسبة لي شغلة كتير مهمة. بس بالنسبة لللبس يعني ازاي؟ يعني هل هنا ساعتها ده بيبقى للفاشن شو للكات ووك ولا أبداً بيبقى أبداً لبس ممكن؟ لا ابدا هذا اللبس اللي لبس الكولكشن هاي لبس وانطلب لسيدات مجتمع لكتير من الناس. يعني إذا بتشوفي تفاصيل التياب بتقولي لا مش لها الدرجة، لأني أنا ما أخذت من الغجر، أخذت من الغجر الألوان، أخذت من الغجر الكومبينيشن كيف أني أخلط الأشياء مع بعضها، ولكن استغنيت عن الأكسسوار، استغنيت عن كتير أمور، بس أنه أخذت الروح تبعتهم واشتغلت عليها وحطيتها ومزجتها بأسلوبي أنا بطريقتي أنا بريشتي أنا وخليتها وطوعتها. خلي الصور معانا يا جماعه لو سمحتوا. وطوعتها وخليتها تناسب السيده باي يعني تناسب كل السيدات اذا بدك. السبرينج بقى الربيع والصيف اخبارهم ايه؟ الصيف الانسبيريشن تبعي هلا اللي عم بحضره من فنانه رسامه ملهمتي الجديده اذا بدك اسمها ليندا دي لامبيكا.
فنانة يعني لوحاتها كتير غريبة. يعني أنا اليوم ما فيني أحكي يعني بس عم بعطيك هيك هنت صغير. الألوان هي نيون كولرز كتير يعني الألوان كتير قوية مع أبيض وهيك. بس إن شاء الله يعني خلال 15-20 يوم بتكون الكولكشن خالصة. إيه الألوان الجديدة للصيف؟ أنا بالنسبة لي مستعمل كتير الأبيض والنيون كولرز الفوشيا الأورنج البيستاش مستعمل شوية الألوان القوية. معايا واحدة تانية برضو بتحب أزياءك الفنانة مايا دياب. مايا مساء الخير. بونسوار لمين. بونسوارين أهلا بيكي. بونسوار ديكولا. بونسوار مايا. هاي مايا. قولي لي مايا انت يعني انت ازيائك مميزه جدا يمكن جريئه ما نقدرش نلبسها بس فعلا very different. هل كله من يعني نيكولا اللي بيعملها لك ولا بتغيري ولا ايه؟ لا انا ما بغير. وبدك تسالي ليش ازيائي مختلفه لازم تسالي الفنان اللي قاعد حدك لانه نيكولا انا ما بعتبره ديزاينر عادي سلك خط لإله عادي. أنا بعتبر إن نيكولا بيتجدد بطريقة تلقائية يمكن هو ما بيعرف إنه هيدا التجدد بيخلق فيه من فترة لفترة. وأكتر شيء بحب أعتقد إنه يحط من تجديده من إبداعه من الأفكار اللي بيشتغل عليها كثير يمكن بأزياء أنا بلبسها من عنده لأنه بحس إنه شخصيتي وشكلي وكيف أنا أفكر كيف أنا بشوف كمان حياتي المهنية بيلبقوا علي. فهيدا التشابه يمكن بالتجديد عنا اثنيناتنا هو اللي جمعنا وعمل منا هيدا الديو اللي بيضلوا عنه مايا وأزياء ونيكولا جبران. نيكولا مايا طويلة وبالتالي وجريئة فهي بالنسبة لك إيه النموذج الأمثل إنك تعمل كل أفكارك مش عايز أقول مجنونة ولا يكون كل أفكارك الجريئة جدا؟ أول شيء خليني أقول لك مايا إنه لميس بتحبك كتير. أنا بحبها كتير. أول شيء أنا بدي أقول سوري بعتذر لكل مشاهدي سي بي سي بونسوار لأستاذ محمد الأمين وبحضرك دايما وثائبت اليوم بعتذر إنه ماني بالبيت ماني عم بحضر بس أكيد رح أحضر الريران بس مبسوطة إني معكم على الهواء. نورتينا يا مايا. كنت بدي أقول لك أنه بيني وبين مايا في كامستري كتير مهمة وكمان بتعرفي لما بتكوني أنت ما عندك حدود مع الشخص لما بيكون هالشخص كمان أنه تركك تشتغلي ومتقبل كل أفكارك وهيدا بيعطيك هيك بيعطيك تنبسطي بيعطيك دافع أنك دايما تقبل ما بتقولكش قفل قفل مش كده يا مايا؟ مايا ما عندك قفل. لا أنا مش بتاعت التأثير ولا بقول لك حاجة من دي. فتح فتح. لا مايا تعودت على يعني من انطلاقة مايا وأنا حدا وأنا معها. ومايا كانت كنت عرضت أزياء يا مايا في وقت من الأوقات؟ كانت أنا كنت عرض أزياء وكنت أعرض لنيكولا. كنت تعرض لي لألي بس قولي غير هيك مايا. لا كنت أعرض لنيكولا جبران مزبوط. لا مايا بصراحة الطول بيساعد يعني مايا طويلة الطول بيديك فرصة. هلا بتعرفي مش بس الطول يعني اليوم انسجام أوقات في أشخاصك بتنسجمي معهم بيكون في هيدا الكامستري اللي كتير مهم بينك وبين الشخص اللي عم تشتغلي له حتى لو كان يمكن قصير ولا كان كيف ما كان بس هي هالكامستري اللي بتجمعك بينه هي الأهم. طبعا أكيد مايا وجسم مايا وطلة مايا عندها كتير بشخصيتها أشياء بتخليني أنا اليوم أبدع. هي جريئة هي عندها قدرة إنها تلبس هي الفستان بتحمل. هي بتشيل الفستان وتقول أنا جريئة هي بتحمل وهو بيلبسها. هي بتحمل يعني شو ما بحط على مايا بيزبط كيف ما بتحمل علي شو ما بحط عليها بيمشي حاله. مايا لازم اقول لك انه احيانا نيكولا بيلبسني مش دائما انا طبعا انا ببدي دائما رايي بازياء ودائما اذا كانوا لالي ولا كانوا لغيري وخاصه اذا كانوا اوقات لغيري لانه اوقات لما بيلبسوا القطعه فنانات عربيات كلنا بنحبهم او عالميات لانه نيكولا طبعا وصل لفنانات عالميات قليل اللي قدروا لبسهون. انا اول وحده بعلق وبقول واو لانه بيستاهل الواو على كل شغل بيعمله بس شيء اهم انه انا مش دائما بس بقول له انه عجبتني القطعه عبالي البسها في اوقات على التليفون انه ممكن تقولي له انت ازاي اديت الفستان ده لفلانه انا كنت عايزاه. لا 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 مش بتاعت كده انا ابدا ابدا هو بيحكي بس لا بدي اقول لك انه هالكامستري القوية اللي كان عم بحكي عنها نيكولا موجودة لدرجة انه ممكن على التليفون يعمل لي احلى قطعة ويبعت لي اياها حتى بدون مقاس.
هالقد بيعرف انا شو بحب، هالقد بيقدر ياخذ مني سمول تيبس على التليفون، عبالي ثلث قصير ولا عبالي ثلث طويل، طب اي لون بتفضلي بين لونين بيعطيني خيار وخلص بتخلص القطعه بعتبر قبل الايفنت بيوم بساعات ما بيهمني. وانت الحياة في القصير والطويل يا مايا يعني جميلة بصراحة يعني. شكرا يا لبي. عملي أزمة مايا. مرسي. أنا طبعا كمان آخر كليب لإلي يا نيالي نيكولا اشتغلوا كل القطع اللي كانت فيه كنت لبستهم من عند نيكولا، وصرت تعليق على فكرة من الناس على قطعة من هالقطع لأنه كانت كتير جديدة بالنسبة لهم، بما أنها منا معمولة من ماتيار عادية مش من قماش، كانت معمولة من القدم يعني من حاجة زي البلاستيك القاسي جدا، فهيدا كمان كان شيء جديد لإلي وخلى الناس هيك يطلعوا على شو أنا لابسة، وبنفس الوقت نيكولا ما بيخلي التياب يشيلوا مني أبدا ولا مرة شيء، بالعكس بحس إنه أنا والتياب منزيد على بعض، كرمال هيك الناس بيقولوا لو غير مايا ما كانت لبقت عليها، وهيدا الشيء أنا بفرحني كتير. مرسي يا مايا، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا كالعادة، وانا وهيك بنغني. هيك بنغني. لميس انا بتشكرك كمان كثير، جود لك لنيكولا، مبسوطة انه طبعا الناس بمصر بعرف قد بيحبوا نيكولا وازيائه، وطلتوا معي تلاميذ بتاخد العقل انا متأكدة. ثانك يو على اتصالكم وانبسطت بهذه المشاركة. ثانك يو ثانك يو. مرسي مايا. مرسي يا مايا. المصريات يعرفوك انه عندك زباين؟ يعني عندي زباين طبعا بمصر، انا قدمت عرض كتير مهم بمصر بس بال2006 انا عملت عرض كتير كبير وكتير مهم بمصر، هيدا من محبتي الكبيره لمصر. مين بيجي لك؟ بيجي لك عشان افراح؟ مين لي عشان افراح؟ عشان افراح. يعني دائما المسمع يعني هم اثنين ثلاثه اللي احنا بنعمل، يعني بيجوني عشان افراح، حتى عشان يعني عشان مناسبات يعني بتخص الفرح طبعا. يعني ناس بدها تحضر فرح، عرايس، بيجوني كثير ناس من مصر. ويعني ايه كان احلى فستان فاكره مثلا عملته العروسه؟ هو في كتير فساتين، يعني بتعرفي كل فستان انا بتعلق فيه، بتعرفي فساتيني انا صعبه، يعني الفستان تبعي بيشتغل عليه كتير، فيه تفاصيل كتيره، يعني ليخلص الفستان بده اوقات ساعات شغل كتير. اغلى فستان عملته كان ايه؟ لا اغلى شوي صعب اني لا يمكن ما كانش الواحده مصريه، بس اغلى فستان عملته رح اقول لك انا شوي، يعني انا اليوم اوقات في فساتين ما ببيعها بفضل انها تبقى عندي، لانه اليوم في ناس بدها تشتريها ما بتقدر ثمنها، لانه بتبقى يعني بيبقى انا الوحيد اللي عارف قديش فيها صعوبه وقديش فيها تعب وقديش انا شاغل عليها لتطلع بهذا الصوره. ممكن تعمل فستان بس يفضل عندك على المانيكا وخلص. كتير ممكن احتفظ فيه بارشيفي لإلي يعني. اغلى فستان عملته؟ صعب شوي اني اقول لك، يعني رقم وشكله انا بحكي فن، ما بحكي ماده. يعني طيب ماشي. عملت، انت بتقولي عملت الشيرين، وعملت ايه الفنانات مصريات كمان؟ غادة عبد الرازق اعتقد، ولا لا غادة عبد الرازق كان المفروض نشتغل من مسلسل مع الاستاذ طارق العريان، واشتغلنا على التيتر تبع المسلسل، او كان المفروض ان شاء الله، يعني ان شاء الله رح نكمل فيه قريبا، بس اجتمعت معه واشتغلت معه وكان شغل كثير حلو. ده المسلسل الاخير ولا لا؟ لسه ما طلع، كان المفروض يطلع يعني المسلسل، بس هو عم يتصور يعني تاجل شوي بس، ولكن عم يشتغل عليه. نرجع تاني للصيف، قولي ايه الوان الصيف بقى؟ الصيف انا شخصيا عم بشتغل على النيون كولرز. يعني ايه نيون كولرز؟ نيون كولرز اللي هن الفوشيا اللي قريب، يعني القوي، يعني البيستاش القوي، الاورنج القوي، هن مدخلين على ابيض، انا شاغل كتير ابيض وايرث كولرز، دخلت معهم اللي هن الكولرز اللي هن النيون كولرز اللي هن هول الالوان الاورنج وكل الالوان النيون. هل السنه دي الموضه متغيره؟ لا، هني كل سنه في تغيير بسيط، بس انه الموضه دائما حلوه، دائما في شيء جديد، يعني انا بالنسبه لي دائما اللي بدور على الجديد بلاقيه، اوقات بتملي من تحس الاشياء متكرره، ولكن دائما في جديد. اذا انت ازاي وصلت لي كيتي باري، وصلت لي فكره انك تلبس فنانه مش عربيه؟ يمكن الماده اللي انا بقدمها خلتني اني اوصل بشكل سريع شوي من دون ما اتعب. اليوم انا اللي بقدمه صار سهل انه ينشاف، لانه بتعرفي السوشيال ميديا كتير مهم، وصار الاسهل انك انت لما بدك تشوفي اي شيء ممكن تشوفيه على تليفون حتى.
فكان ممكن لانه مثل ما عم بقول لك الماده كان انا يعني انا عملت من برزنتيشن صغيره بامريكا بلوس انجلوس من فتره وتعرفت يعني الناس عرفت الناس بعض الاشخاص على الفن اللي انا بقدمه ومن خلاله انا قدرت اوصل لكثير ناس لجينيفر لوبيز لكثير من ال يعني جينيفر لوبيز لبنان جينيفر لوبيز كيتي بيري فيرجي كثير اشخاص اشتغلت معه. هل كان في حد في على الريد كاربت امبارح في اوسكار لابس لا ده؟ كان بالبري اوسكار كان في, كان, في كان في كان في عارضة ازياء لابسه من عندي وكان في بتعرفي ما كنت محضر للمنافسه بينكم المنافسه بينكم شديده مش كده بين مصممين الازياء منافسه انا بالنسبه لي لازم يكون في منافسه لانه حلو احلى شيء انك اليوم تكوني عم تحاولي انك تكوني احسن وتقدمي شيء احلى وترجعي تشوفي غيرك شو قدم حلو وتشوفي انت حلو وتحاولي تكوني احسن. هل بتبقى موجود في الفاشن ويك في باريس لا. مثلا لا لكن مين بينافسك يعني انتوا مثلا 3 4 اسامي كبار في لبنان زهير مراد إلي صعب انت يعني انتوا الثلاث اسامي. انا بالنسبه لي إلي صعب هو خارج المنافسه فعلا طبعا. ليه إلي صعب بعيد عن المنافسه لانه إلي صعب بالنسبه لي هو فتح باب لكل المصممين اللي اجوا من بعده واليوم هو ابعد يعني اليوم هو كثير قطع شوط كثير مهم وقطع وبعد انا بحبه كثير يعني انا بالنسبه لي he's my idol يعني انا بشوفه شخص خارج منافسه وكان هو البدايه يعني هو اللي هو اكيد اللي فتح اكيد هو 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 اللي ولد عند كل المصممين هيدا الشغف وهيدا الحب لانه نوصل لكثير لمطارح ابعد انا بتخيل هي انا بوجهه نظري هو هيك. انت موجود هنا في لبنان ولا بقيت في الامارات ولا ايه؟ لا انا بلبنان من زمان كثير انا كنت موجود بالامارات من فتره من 6 سنين تقريبا او 7 سنين تركت الامارات. هل انت دارس تصميم يعني هل التصميم ده دراسه ولا الدراسه فن ولا الدراسه بتكمل الموهبه واذا ما في موهبه الموهبه هي الاساس بشغلنا يعني الموهبه وانك تطلعي الاطلاع والمثابره والشغل على انك تتقدمي وتطلعي وتشوفي كل شيء عم بيصير بعالم الموضه هو الاهم هو الاهم من انك بس تتعلمي. طبعا تعلمت لما بتتعلمي بتتعلمي الاسيتس الاشياء سوري البيسكس البيسكس تبع شغلتنا اللي هي قصص بسيطه اذا انت عندك هيدا الحب وهيدا الشغف للمهنه بتتطوري وبتاخدي كل شيء من وجهه نظرك انت وبتشتغلي عليه وبتقدميه وبتطوريه. بصراحه المراه العربيه يعني جسمها مش دايما يعني مش اللي هي مظبوطة مش بتلعب رياضة كتير منهم بيبقى يعني وزن مرتفع هل ده انت بتاخده في اعتبارك يعني هل ازياء نيكولا جبران والازياء عموما بالذات الازياء اللبنانية موجودة لهذه المرأة ولا هي موجودة لفكرة للنجمة لمايا دياب لمقاييس مختلفة؟ اسمحي لي أقول لك أنه اليوم معظم الستات صاروا يهتموا كثير بحالهم ده حقيقي بس برضو المرأة العربية والمرأة العربية يعني أنا اليوم لما بكون عم بقدم لازم أقدم فستاني على عارضة بالبداية لأنه العارضة بتخدمني أكثر ما بعرف أنا لمين الست اللي بدها تشتري هالفستان أو مين الست اللي بدها تلبس هيدا الفستان مقاييس كل ست بتختلف عن التانية بالبروبورشنز بكل شيء بس بالبداية لما أنا بكون عم بشتغل على ستاندرد بالنسبة لي أسهل لأنه ببقى عم برسمه على 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 شكل واحد على ستيل واحد لما بدي أعمله لست أو لسيدة عربية بدي شوف شو بدي عدل على الموديل إجباري بدي غير فتحة الصدر بدي غير شوي بدي غير بالبروبورشنز هولي كلهم مهمين بالنسبة لي إني أشتغل عليهم ولكن أنا بشوف إن السيدة العربية كتير كتير متقدمة وكتير محسنة وكتير عم تشتغل على حالها وهيدا الشيء بنفتخر فيه وبتخش على النت وبتتفرج طبعا 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 السيدة العربية أنا بالنسبة لي يعني منطلقة. هل الحجاب بيقف قدام تصميماتك ولا ممكن تصمم برضو فساتين لسيدات محجبات؟ لا ممكن عم بقول لك انا بالنسبه لي هول القصص بتدخل ضمن الحدود المنعطاة لي اني اشتغل عليها لما بيكون موجود الحجاب اكيد بدي احترم هذا الشيء وبدي اشتغل على اساسه يعني بدي احط ببالي انه هالسيده محجبه وبدي اشتغل لها.
ما بحد طبعا يعني ما بحد من عملي، يعني انا بقدر اشتغل وبقدر يعني اعطي نتيجه حلوه على سيده محجبه مثل ما بقدر اعطي نتيجه حلوه على غير. المنافسه برضو بين المصممين الازياء ممكن تخليك تخاف من سرقه الافكار، يعني هل انتم يعني في افكار بتتسرق ممكن؟ طبعا انا بالنسبه لي بتعرفي لما بتكوني عندك هال يعني عندك كم من الـ من الـ من الابداع انه بتحب تطلعيه، بتنبسطي لما بتشوفيه موجود عن حدا تاني وعن حدا تالت وعن حدا. يعني انا اليوم لما بكون قاعد عم فكر بدي انسى انا شو عملت مرة الماضية، لازم اعمل شيء جديد، ما بعرف ده فكر. صعب على فكرة، هو صعب ولكن هو هيدا التحدي. انا بحس هيدي شغلتي انا اليوم، اني انا بضمن عملي اني حاول بكل مجموعة يكون عندي رؤية جديدة وفكرة جديدة وفكرة انطلق منها وفكرة أقدمها. في حد أنت بتحبه في المصممين؟ أنت بتقولي إلي صعب برا المنافسة في لبنان، لكن أنا بحبهم كلهم بالحقيقة. بس أنت قريب أكتر من جوتييه. أنا جوتييه، وكنت بحب كمان كتير ألكسندر ماكوين الله يرحمه. طبعا ويعني بس بحس ان خطوطك جريئه زي جوتييه. بتعرفي في كتير مجموعات حتى بنتشابه فيهم انا وياه، يعني في روح من انا وجوتييه، في كتير قصص بنتشابه فيهم، يا يعني بتكون مرقت عندي قبل، بشوفها عنده قبل، بشوف هالروح، بحس كانه هالقطعه مكمله قطعتي انا وبكمله مجموعتي. في يعني يمكن اوقات كمان العين، اوقات ما فيك تقولي والله ما شفت، لا انا دائما بشوف، يعني أنا حدا بتطلع بشوف كل شيء، بس بعرف أنه بالآخر أنا اللي بدي أعمله هو اللي أنا فكرت فيه. بتحس ساعات أن أنت ممكن أنا عملت مجموعة أو عملت الكولكشن بتاعت السيزن دي طلعت شبه كولكشن فلان مثلا؟ إيه أوقات كتير. مجموعة كده؟ الماضية كانت مجموعتي، يعني أنا كنت عم خلصها وكان بعد في شيء 4 أيام لصورها، وطلعت مجموعة فالنتين، ومجموعة فالنتين وكانت كتير قريبة لمجموعتي. ده إيه، بتوارد خواطر ولا إيه؟ ثائبت. أنا بشكرك وعايزك تقول لي، طب يعني سؤال أخير، بما أن أنا بقى أنا بسأل كست بصراحة ما بسألش قوي كمذيع، إيه الجديد في فساتين الفرح دلوقتي؟ فستان الفرح دايما أنا بحبه أبيض. كنت بالماضي حب الفستان الملون، يعني حب الفستان أنه يكون لازم يكون فيه لون. من بعد فترة يعني من 3 سنين لليوم صرت بحب انه دايما العروس تكون لابسة ابيض، لانه هيك طلت الابيض. بس ساعات بقى الاوف وايت جاء موضة كده، حكاية الاوف وايت يعني لسه ستيل الاوف وايت والبيرلي كولر ولكن انا بحب الفستان اللي هيك فيه ايدنتيتي، في شيء متميز، ما بحب الفستان المتكرر. مش لازم انه والله واو انه شيء الشيء لازم يكون شكلها برنسس، يعني غير البايات ممكن تدخل مثلا الريش. اكيد مش لازم يكون بايات، مش لازم الفكرة الاساسية تكون فستان بيلمع. البايات هو شغل الخرز والفصوص اكيد مش لازم يكون. انا بالدرجه الاولى يعني موضوع الشغل اللي هو البيدز اللي هو البايات وكل شيء بخص، لا هيدا بيجي بالاخر. انا بهمني الاول الفكره، يعني بهمني العروس لما بتفوت اول شغل يشوف فستان جديد. بتدخل الريش، بتدخل الماتيريال، الريش، الستونز الكبيره انا شايفاها كتير. إيه قبل كنت كتير اشتغل على الستونز، هلا لا ما بحط كتير ستونز، هلا بشتغل على الفكره، على الديتيلز، على الاشياء الديتيلز الصعبه بالفستان العرس اللي بدها تميز الفستان. الطرحه مهمه ولا ما هي دارجه زي ما انت لا بتقول. لا بالعكس، توتال لوك للعروس هو كتير مهم تشتغلي عليه، اللي هو اذا بناسبها تاج، اذا ما بناسبها تاج، اذا بناسبها، يعني لازم اشتغل على كل على التوتال لوك. الطرحه هي من اهم الاشياء، وهي بتكمل فستان العرس اكيد. انت كمان بتصمم اكسسوارز، يعني اكسسوارات بالاضافه للفساتين، هل الفستان بيجي مع الاكسسوري بتاعته يعني ولا إيه؟ لازم يكون كامل إذا كان بيلبق للست أو إذا كان بيلبق للعروس اللي هي جاية. إيه نوع الأكسسوارات اللي أنت بتحب شايفها دلوقتي موضة؟ أنا بحب شوي بحب الفكرة الجديدة، لازم يكون في أكسسوارز، لازم يكون في شغلة إذا بتناسب، يعني مش معقول تكون ست رومانسية بشكلها كتير ناعم، حط لها بلكي تاج كتير كبير، لا، إنه بس إذا بتتحمل شغلة بشعرها أنا عم شوف الفستان بقلها لازم نعمل هيك لأنه رح يطلع حلو. ارجع تاني لكولكشن الصيف، ايه بقى فساتين، بنطلونات اكتر، جينز، يعني قول لي ايه الملامح بقى. الفلو
الفلو كتير دايج، الاشياء الواسعه كتير دايج. رجعنا بقى لزمان طبعا، ما هو ده احنا بنرجع لزمان ونيجي اوقات كتير، اوقات كتير نحن مستوحي من الاربعينات ومن الثلاثينات ومن اي سنه مرقت. يعني في كتير مصممين الهامهم بيروح على هول السنين. لما اليوم انا بكون عم بحضر فيلم ما بعرف لما بعرف اي ممثل، يعني ليش نروح للاجانب اليوم نحن لما بنشوف هند رستم طبعا قد هي بالنسبه لنا نحن بنستوحي من فاتن حمامه، من السينما المصريه اليوم قد نحن بنستوحي نحن كفنانين كناس نشتغل. لما بتشوف افلام قديمه كده تقول الله مثلا دي قد ايه كانت اليجنت. انا شو بحب كون موجود كنت بهيدا الزمن، لانه كان في شيء حلو، كان يعني كنت تشوف صوره كامله، يعني كنت تشوف الفنانة يمكن هيك، يعني حتى لو كانت لابسه مثلا لبس قصير او كان مقبول. ليه اليوم نحن ما بنقبل نشوف كثير القصير؟ مع انه هذا بالماضي، يعني نحن اليوم تقدمنا، يعني نحن لازم اليوم نتقبل. بتخيل هل بتصمم السيدات في الخليج بشكل كتير؟ طبعا انا اكثر زبوناتي سيدات من المجتمع الخليجي. بيختلف بقى الفستان السواري الخليجي عن المصري؟ لا 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 عن اللبناني؟ ابدا ابدا، الكولكشن ما بتتغير. بس متطلبات المرأة مختلفة. بتعرفي لأنه يعني أكيد كل حدا، مثل ما عم بقلي، كل حدا له حدوده. في ناس ممكن تتقبل، يعني أنا بتشوفي مجموعتي شوي بركة، بس ولكن في كتير فساتين ديسنت ومفكرة وما فيها كتير تفتيح. تقول إيه للمرأة للمرأة يعني المرأة العربية تقول تديها إيه نصيحة وهي بتختار هدومها وهي بتختار فستان؟ تقولها إيه نصيحة؟ انه انا يعني اول شغله بحب انه يكون عندها ثقه، يعني يكون عندها ثقه زياده بحالها، اكثر تشتغل على حالها اكثر، انه دائما حتى لو كان هي شو ما كان ناقصها، لو كانت هي سوري بشعه، لو كانت هي منا حلوه، لا ممكن ما تكونش تقدر تشتري فستان غالي. خلي بالك انا عم بحكي عن كوتيش شخصيه. اذا بدك انا بالاول يعني انا بهمني بالاول تكون شخصيتها هي مرتاحه مع حالها كثير، لتتقبل تشتريها، لتتقبل تشتري من عندك. حتى لو كانت مش حلوه لازم تشعر بس، لازم تحس انه هي موجوده ولا وجود. لازم تكون هي، يعني هي تكون مرتاحه مع حالها بالدرجه الاولى، بعدين مش حتقدر تشتري. او انا بالنسبه لإلي انه بتخيل انه كل الناس بتقدر تلبس، بتقدر حتى تلبس لو كان بخطوط ناعمه. طبعا كل الناس بتقدر تكون مذوقه او تلبس الشيء اللي بالنسبه ضمن بادجت معين، ضمن قيمه معينه. كل انسان بيقدر يشتغل على هذا الموضوع. انا بشكرك نيكولا زبران على هذه الحلقة، سعيدة أن أنا قابلتك في مرسي لبنان، وميرسي لخطوطك الجريئة. مرسي لألك يعني يا جريئة بس يا حلوة. مرسي لألكم وشرفتونا بلبنان أكيد. مرسي لألكم. دي كانت حلقتنا من بيروت العاصمة اللبنانية. كنا النهاردة هنا، بكرة هنقابلكم في القاهرة بإذن الله. أشكركم، وهذه لميس الحديث، تحييكم، تصبحوا على خير.